في الجنان له في الأربعين صدى الدفائر يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناديون طول العصور حسينيون حتى الظهور الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. الملايين الملايين تنادي لبيك يا حسين من محافظة الحلة، ونحن ننقل لكم هذا البث المباشر عبر قناة الأيام الفضائية وبرنامج حسينيون حتى الظهور. هذه الآلاف التي تزحف والملايين التي جاءت من أقصى الجنوب من المحافظات كافة من أجل أن تتقدم إلى كربلاء وأن تصل إلى مرقد المعشوق الأبدي الإمام الحسين عليه السلام، مواساة للزهراء ومواساة لأمير المؤمنين ومواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باستشهاد حفيده الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته في يوم كربلاء. ومعي أيضا هنالك زوار من المحافظات جاءوا إلى هذه المحافظة سيرا على الأقدام من أجل أن يصلوا إلى كربلاء. عظم الله لك الأجر. كيف تنظر إلى هذه المسيرة ومن أي محافظة حضرتك؟ محافظة الذيقار، متوجهين صوب كعبة الأحرار أبي عبد الله الحسين، وإنه لشرف عظيم وكبير أن نكون من زوار أبي عبد الله الحسين في أربعينيته مع هذه الحشود المليونية الزائرة القادمة صوب كعبة الأحرار من أطراف وجنوب العراق، إضافة إلى آلاف الملايين التي جاءت من كل بلدان العالم، من جمهورية إيران الإسلامية، من كل البلدان، من البحرين، من السعودية، إضافة إلى دول الغربية والدول الأوروبية، حتى تشهد مطارات العراق زخم هائل وكبير لنقل الزوار، حتى يسجل مطار النجف تقريباً 74 رحلة في اليوم، إضافة إلى المنافذ الحدودية الشلامجة ومنفذ الكوت والمنافذ الأخرى والعمارة والمهران والمندرية، كلها تصب. كيف تنظر إلى عقائدية هذه المسيرة؟ المسألة عقائدية راسخة لا يمكن أن تمحى، أما كيف تعبر عن هذه المسيرة صعب التعبير، صعب للمعبر أو المتلقي أو المستمع أن يعبر عن هذه الحشود الزاحفة صوب كعبة الأحرار مع هذا الجو اللاهب، مع حرارة الجو، مع درجات الحرارة المرتفعة، لكن تجد الناس زاحفة صوب كعبة الأحرار، الشيخ الكبير، الأمراء الكبيرة الطاعنة بالسن، الأطفال، الشباب، كلها متجهة صوب الحسين. ماذا تنصح الشباب الآن؟ الاستفادة من هذه الزيارة، السيرة بسيرة الحسين وأصحاب الحسين وأهل الحسين، أنصار الحسين هم خير قدوة لما بذلوا ولما ضحوا من أجل الحسين، كانوا يتنافسون على المنية أحدهم ينافس الآخر. خير مثال على ذلك ما روي أن حبيبنا مظاهر قصد إلى خيمة زينب عندما قال زينب الحسين أخبرت أصحابك يا أبا عبد الله؟ قال لها والله وجدتهم يستأنسون بالمنية استئناس الطفل بمحالب أمه. أحد الأصحاب منهم نافع بن إله البجلي جاء مسرعا إلى حبيبنا مظاهر قال له يا حبيب إن زينب تسأل الحسين تقول له هل خبرت أصحابك؟ فحسر حبيب ابن مظاهر عن عمامته وهو شيخ طاعن بالسن وأتى إلى باب خيمة زينب فقال السلام عليكم يا أهل بيت الرسالة ومعدن الرسالة ومهبط الوحي ومختلف الملائكة والتنزيل، وأخذ يحث التراب على رأسه ويقول من مثلي وزينب تسلم عليه. فتسابق الأنصار، فالحري بشبابنا بأهلنا أن يقتدوا بالأنصار الحسين بأصحاب سير الشباب، توجههم إلى قبلة الأحرار، الحري بالشباب أن يسيروا على نهج أصحاب الحسين. اعتيادي كان أنصار الحسين ليلة العاشر من المحرم لهم دوي كدوي النحل
بين قارئ للقرآن وقائم للصلاة وداع ومبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. فخير مثال وخير قدوة هم أصحاب الحسين عليه السلام وأهل بيته. الله يرحم والديك. الله والديك. الجميع الجميع بعرايت. عظم الله لك الأجر. من أي محافظة؟ من محافظة البصرة. من محافظة البصرة من أي منطقة؟ منطقة الجزيزة. الجزيزة من منطقة من الفاو لو من البصرة؟ لا من البصرة. من البصرة. شو هالخدمات بالطريق؟ الخدمات كلش. سولف لي عن الخدمات بالناصرية. الخدمات جبتها من ذلك المكان إلى هذا المكان. الناصرية. كلها تخدم إلى زوار الحسين. رميته. كلها الخدام. قاسم كلها خدام. كلها خدام. شو الخدمات؟ الخدمات. وحدك لو ياك أحد. لا وحدي أنا وليس معي أحد. هاي الراية بس أنت ترفعها. إي بس أنا وليس أحد. هذه الراية. لأني أحب الحسين. من كم سنة صار لك ترفع هاي الراية تمشي؟ كل سنة. وهذه السنة الخامسة لي. السنة الخامسة. نعم. إيش تنصح الشباب اللي ماشيين وياك بهذا الطريق؟ أنصحهم لكي محبة أهل البيت ومحبة الحسين ومحبة أهل بيت الحسين. إن شاء الله. مأجور. عظم الله. خلنا ناخذ الزاير أيضا. عظم الله لك الأجر. عظم الله علينا وعليكم إن شاء الله. الرحلة دمية محافظة. من محافظة ذي قار الناصرية. شلون هالرحلة من ذي قار وهذه المسيرة من ذي قار لهنا؟ والله نحمد الله ونشكر على هذه الخدمة. نعم تقدم لي قدام. أي. نحمد الله ونشكر على هذه الخدمة. نعم. من بيتنا لحد الحلة خدمات ممتازة. حسيتك لا والله لا والله الحمد لله ماكو تعب ان شاء الله للامام الحسين. نعم. قال الامام الصادق عليه السلام احيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا. فهذا المسير من جيل الجيل من سنة لسنة وان شاء الله نوصل للامام الحسين. كم سنة صار لك؟ والله صار لي من 2004. 2004. اي والله. كان الوضع الامني الوضع الحمد لله الانتشار الامني ان شاء الله ماكو شيء الحمد لله انتشار الامني واسع والخدمات موجودة زين ونشكرهم على هذه الخدمة والحمد لله والشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعظم الله علينا وعليكم إن شاء الله. لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حسينيون حتى الظهور. وبداية نعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام علي بن موسى الرضا هذه الليلة. وأكيد ما زلنا معزين إلى باستشهاد سيدي ومولاي الحسين عليه السلام وذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أحبتي المشاهدين احنا في منطقة الدورة في بغداد وبدت تتوافد الناس في المناطق الشمالية وأهل بغداد أيضا بدوا بمسيرة الإمام الحسين وهذا الكرنفال والمهرجان العالمي. جميع المواكب الآن متأهبة لخدمة الزائرين في وقت العصر ويقدمون شتى أنواع الخدمة. معنا اليوم مجموعة من موكب قطرة في حب الحسين عليه السلام. رح نتعرف كثير من المعلومات عن هذا الموكب مع الأخ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وبذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه. طبعا اليوم حابين نعرف هذا الموكب شو وقت تأسس، معلومات عن الموكب تفضل. موكبنا تأسس سنة 2010 بالضبط. والحمد لله لهذا اليوم يعني خدمة ممتازة إن شاء الله وإحنا بخدمة الزوار وخدمة أهل البيت إن شاء الله وعلى طول إن شاء الله مسيرتنا إن شاء الله وباقي إلى بناتك وياك طبعا جهالي وبناتي واخويا نعم. واصدقائنا وجوارينا ويانا ومؤسسين ويانا همين مثل نعم. علي والله من يوم الجمعه بدينا احنا ان شاء الله ولهذا اليوم ان شاء الله مستمر الان نعم. الله سبحانه وتعالى ييسرها يعني مشاهدينا بعض المواكب هسه راح يعني تنصب مكانها نشوف مختلف المواكب والسيارات انه هسه راح ينصبون لها مثل ما انا قبل شويه ذكرت انه اهالي بغداد راح يبدون هسه بالمشغول اكثر راح يبدون من اليوم باكر او اليوم ان شاء الله. تفضل اخوي ايش وضعنا هنا عظم لكم الاجر. عظم الله اجركم واجرنا على هذا المصاب الجلال أربعينية امام الحسين. احنا خدام كل سنه وكل عام موقف قطره بحب الحسين ينادي يا حسين منطقه كمساره معسكر رشيد. اهلا وسهلا واحنا اللي نقدم ريوق وغداء وعشاء على طيلة أيام الزيارة وإحنا الخدام جاهزين والمؤسسين الموكب جاهزين. مخصصين مكان للنساء؟ نعم نعم خيمة للنساء وخيمة للرجال.
النساء عندنا نساء تخدم النسوان نساء وعزلم هنا يمنحنا قدام شهر قدام شهر العالم قاعد ليه وقت عشاء عشاء وقت ريوق ريوق ها وانت قدامك خير رب العالمين مبيت نعم نعم عندنا مبيت نعم ان شاء الله موفقين الله يحفظكم تفضل يا اجركم ان شاء الله ان شاء الله اهلا وسهلا لما الله عدم الله اجره يعني على احد مؤسسين موكب مثلا موكب قطره في حب الحسين عليه السلام شلون اختاريتوا هذا الاسم اخوي اختاره نعم قد ما تقدمون خدمة للإمام الحسين هاي تعتبر قطرة في حب الحسين قطرة المعنى في محل نعم المعنى في محل الحمد لله وشكرا مجموعة من الأخوان والأصدقاء يعني شلون تقدمون الخدمة نعم. الصبح نقدم ريوق على أنواعها والغداء همية والعشاء والخدمة والخدمة إن شاء الله هاي مستمرة بعد الزيارة بعد تنتهي يمكن يقل أعداد الزائرين تروحون تمشوا نفلش ونرجع لبيوت ونطلع ان شاء الله سيرا هاي على الاقدام ان شاء الله اسالكم الدعاء تفضل يا ابي السلام عليكم عظم الله عليكم عليكم السلام ورحمه الله نعظم الاجر لكل المواكب الحسينيه المقاومه على طريق كربلاء ونحن والاصدقاء نعم هذه الخطوات اللي تروح الكربلاء مكتوبه عند رب العالمين نعم احنا اكو ناس يوصون الزائرين بان يهدوا لهم خطوات هذه الخطوات لها شان عظيم عند الله سبحانه مبروك مبروك للخطوات اللي ياخذها المؤمن الى كربلاء واحنا واصدقائنا جايين نواصل هاي المواكب حتى نساهم بالمواكب الحسينيه نعم نعم نساهم تفضل اخوي السلام عليكم السلام ورحمه الله عظم الله لكم الاجر واجوركم نعم شنو تعدني لكم الخدمه قلتوا احنا ساهمنا مع هذا الموكب شنو ساهمتوا وشنو تعني لكم الخدمه والله احنا مساهمه ماديه وايضا معنويه وايضا وياهم بدنا نخدم حاليا احنا جينا احنا ابنائنا نخدم هنا هذا اليوم الموكب احنا زوار حقيقه هاي زياره ثقيله يعني مليونيه فتحتاج الى دعم كل ابناء الشعب العراقي والكرم العراقي واضح الحمد لله نحتاج تعاون من ابناء الشعب العراقي جميعا حتى تنجح هذه وما شاء الله هي بدت يعني علامات نجاح هذه الحمد لله الحمد لله هنيئا اللي توفق بالمشي وتوفق بالخدمه احنا العراقيين يمكن الله سبحانه وتعالى حبانا بالامام الحسين عليه السلام وفضل الله فاحنا نقول الناس اللي جت من خارج العراق هناك التعب هذا قد يجي يعني يعني انا اقترح على يمكن اهل المواكب يشوفونا وانتم حضراتكم كمساهمين بعد ان تنتهون يعني من الخدمه الان في كربلاء الضغط الان موجوده نعم. الملايين هناك ويعني وشبه مستقره والبعض منها يرجع فتحتاج الى خدمه ممكن تروحون تنتقلون ايضا للخدمه هناك ممكن اي ممكن عندنا مواكب اصدقائنا واخواننا هناك يعني ان شاء الله احنا هنا هسه يجوز في يومين نتوجه لغير منطقه المسيب قريب الامام نتوجه هناك على المواكب الاخرى ان شاء الله نعم المناطق قريبه ان شاء الله ان شاء الله راح نتوجه الله يحفظكم الله يحفظكم ان شاء الله ماجورين هذا يا اهلا وسهلا تفضل عظم الله لكم الاجر عظم الله لكم الاجر رحم الله والديك انا ولكم والله والديك على الخدمه شنو تعني لكم والله خدمه اهل البيت يعني ما تنوصف ما تنوصف خدمه من ذاك اليوم ليه اليوم نخدم احنا كنا نخدم ان شاء الله تنتظرون هذا اليوم خلال السنه ننتظره يوم يوم وساعه ساعه وهاي من فضل الله سبحان الله الله يفتح بوجهنا ان شاء الله ويبارك بهاي العالم معروف على اهل العراق اهل الكرم والطيب معروف عالميا العراق رقم واحد بالكرم يشوف يعني هاي الخدمه يمكن واحد يسالك يقول لك انت مليت من هاي الخدمه انطيتوا يجوز يعني هواي بذرتوا مثلا شو تقول اهل الكرم معروفين العراقيين معروفين اهل الكرم حتى هسه الدول للدول الجت اللي نادى الزور الاجانب يعني متعجبين على كرم العراقيين يعني والله متعجبين يعني هسه انا صار لي يمكن اسبوع وياهم ابوع عليهم يعني متعجبين بكرم العراقيين وكلهم ضيافتهم خدمه ما عندنا شيء يزود ماكو شيء يزود لا لا يعني احنا بالذات يعني مرات يجون اجانب مثلا سياح يقولون شنو عندكم يعني مثلا فتره تكون غدا انواع الغدا ريوق انواع يقول لي شنو هاي كله مصرف فلوس يقول لي خير من الله الله سبحانه وتعالى رازقنا كل سنه الله يزيد سبحان الله الله يزيد كل سنه يعني تخصصون مبلغ معين فيزيد سبحان الله يطلع يعني يعبر المبلغ الخير من الله ما عندنا ما احنا مفتوح المبلغ ما عندنا فلوس يعني محدده كذا مبلغ لا مفتوحه
يعني بس انتم شكل تبرع بيناتكم يمكن؟ احنا المؤسسين الموكب مثلا مهند وحسين وحيدر عايش برا بايطاليا حاليا. هم هذول المؤسسين فهم يعني نقول اتصل عليهم يعني. يعني هناك بايطاليا اكو مسيرات بزياره ال 40 مسيرات واكو حسينيات وهو يعني هناك يسوي واحنا هنا نسوي نقدر عليه ان شاء الله ما نقصر خدمه الحسين. الله واصل خدمته وسلامنا له اكيد. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. اخونا من المؤسسين للموكب ان شاء الله. سولف لنا عن الموكب اكثر. والله ايش ما احكي لك احنا مقصرين. نعم. يعني انت تشوفين نحسب يوم يوم ال 40 امام الحسين. فانت تشوف شو نحكي هسه مقصرين احنا. شوف الخدمه وشوف الوضعيه. وخير من الله، وش ما نسوي للحسين احنا مقصرين. لا اريد يسالك مثلا يحتاج حاجه غير المتوفر، توفر له تساعده. اكيد اكيد اكيد، كنا نركض نريد بس نشوف اللي باحتياجات الزائر اللي يريده شنو، ونكون ممنونين اذا يطلب من عندنا شيء. هذه اللي انتم مثلا الخدمه تصوروها تنشروها بالتواصل؟ لا لا ابد ابد ابد، أبد. احنا لان اعمالنا لوجه الله. فما ننشرها ما عندنا نهائيا ما ننشر. هي بيها جانب ايجابي وسلبي، يعني ما بيها شيء اذا مثلا طبيعتنا هاي، يعني ما ننشر ماكو عندكم صفحه خاصه للموكب؟ لا لا ما عندنا صراحه، احنا نوصل لوجه الله تعالى، فماكو داعي يعني مسوي حاجه لوجه الله تعالى ثواب واجي اقول انا سويت فلان شيء فلان شيء، لا ماكو داعي. فان شاء الله الناس تفتخر بهذه الخدمه. والله احنا ما نريد نفتخر بها، نفتخر بخدمه محمد وال بيت محمد على قد قابليتنا احنا، ما نريد تصير على الفيس واليوتيوب وكذا كذا، لا احنا نفتخر بخدمه الزوار. احنا بخدمة الزوار نفتخر. اصغر زائر واكبر زائر احنا بخدمته. ما عندنا غير هالشغله هاي، فماكو داعي ننشره ما ننشره، ما نريد. اكو مثلا ناس تحتاج اتصال، تحتاج رصيد مثلا توفرون. هاي بدون ما تقولين احنا، دا اقول لك نتمنى الزائر يطلب من عندنا شيء. يجونا هواي من هالشغلات يريدون. مثلا البارحه جاء واحد عندنا خطيه هنا رجله منويه. فقمنا له بالواجب. نظفنا رجليه وداويناه. فيعني قلت لك شرف ان نخدم الزاير. حلو انه يشوفون الزاير شنو يحتاج، كانه ما هذا بيته وهذول اهله وشوفروا. اكيد اكيد مثل ما قالوا احنا نفرح بالزائرين ومهما يكونون وشنو يحتاجون احنا نوفر لهم. هنيئا لكم هذه الخدمه. خلينا نشوف بناتنا. مهينار شلونك حبيبتي؟ شنو يعني مهينار؟ قد اخطا اقول الاسم. معناها ضوء القمر. ضوء القمر. زين انت شنو واجبك هنا بالموكب؟ شو تسوين؟ اخدم الزوار. يعني ما في ايش تسوين خدمه؟ يعني اوزع مي شربت. اي انا سمعتك من الساعه شو تقولين؟ تفضل يا زاير. اي حلي حلي يا زاير. حلي يا زاير، هاي وظيفته. وحسوني ابا الحسن. ابا الحسن اول سلام سنه عليكم. تخدم يعني. اول سنه تخدم؟ زين تحبون الامام الحسين؟ جل نار كبيره اهم تخدم هاي جل نار حبيبتي. جل نار يعني تحبين الامام الحسين؟ اي. وين هو الامام؟ يا محافظه وين موجود؟ محافظه العراق بالكربلاء. كربلاء بعدين تروحون مشي تاخذون مشي؟ والله احنا ما نقدر احنا تخلص الزياره ونروح على كيفنا لانه احنا نخدم يعني فما نقدر نروح نخدم ونطلع ان شاء الله. خلينا نشوف واحده من امهاتنا. تفضل اليوم. السلام عليكم. تعالي تعالي. سلام عليك. لا هو انت شو جمر عاد روح يا عيني ما يطيش العافيه. ليش تمشين يوم؟ احنا من البلديات. من البلديات اليوم مشيتي انت ويا من؟ انا وجارتي. انت ويا جيراننا. جيران. كل سنه تمشين؟ اي والله. صار كم سنه؟ صار لي من السقوط انا امشي. حلو. زين شنو رايك بالخدمه بالطريق شلون؟ نعمه الخدمه خير من الله. أيه. والطريق نعمه امان جيش وشرطه. أيه. وخير من الله بعد اكيد. يوم احنا كل يعني اكو هوايه وخاصه انت والله يعفيك من المرض. قولوا انت مريضه تعبانه لا تروحين. شو تقولي لهم؟ والله والله العظيم يعني بالبيت مريضه ما اقدر اقوم. أيه. واذا مشيت بطريق الحسين عبالك شادت التايرات جدد. والله العظيم يا خالك حتى كل مره اطيب من عده. وعلي يا يمه بارك الله بيك. يوم اسالك دعاء يعطيك العافيه. ادعينا هناك. تعالوا ماما تعالوا. شنو اسمك؟ عيدة. تعال. طبعا احنا اكيد الشرطه والجيش والموجودين يعني شويه ننسحب حتى نوفر الطريق لهم وما نزاحمهم لان هذا واجبهم اكيد واجبنا. يعني هذا الشارع ما يخلى من الخدمات سواء كان من القوات الامنيه والمختصه ايضا والصحيه ومجتمع مدني وايضا الشرطه المجتمعيه موجودين متوفرين طول هذا الشارع فاحنا نساعدهم هم ايضا يساعدونا. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله لكم. أهلا ولكم.
أنا من أمشي من ديالة صار لي يومين اسمي حمد. كان شفت الطريق وما تعبون؟ لا الحمد لله والشكر للحسين كل شيء ما يهون. مذهب وكل شيء يعني. الإمام حسين كل شيء. زين أنت تمشي ويا من؟ ويا أهلك أصدقاء؟ أمشي ويا أصدقاء ولد عمي يعني. نعم. نعم. شلون شفت الطريق الخدمة خلال الطريق؟ ما شاء الله هاي السنة أكثر من كل السنين. خدمة متوفرة وقواتنا الأمنية حيل يعني مجتهدين بهاي السنة حيل يعني. احنا لاحظنا اهل ديالة شبه انه ديالة فارغة. من لاحظ شو وياه يقول لي انا من اهل ديالة. فرقة ديالة ما شاء الله. كليتنا اللي حب الحسين ان شاء الله. لا نبقى للاربعينية نخدم هناك ونرجع. نعم عندنا موكب هناك. كل شيء اللي يعني ثلاث وجبات نقدم. شيء يجي يعني يجينا تبرعاته واحنا اللي متواجد نطبخه والحمد لله. ما شاء الله انت هو دا يمشي ويلتحق ان شاء الله بالموقف. السلام عليكم يوم. السلام عليكم. شلوني ايش اخبارك؟ عبد الله لك الاجر. واجر واجرنا ان شاء الله. شو من دياله جايين؟ لا والله من مدينه. آه. مدينه اهلا وسهلا بكم. الله يحفظكم. الله يحفظكم. عبد الله لك الاجر يوم. تعالي هنا عن السيارات نخاف عليك يوم. تعالي هنا يوم. عظم الله لك الاجر هنا يوقف يوم رحم الله والديك. سولفوا لنا شنو شفت الخدمه؟ خدمه حلوه الحمد لله والشكر نعمه. ان شاء الله خدمه ابو عبد الله ما تنوصف هيك. اكيد ان شاء الله. صار كم سنه؟ احنا هواي صار تقريبا 9 سنين. 9 سنوات شو صار لكم؟ ان شاء الله. انت ومنو يصير جيران؟ لا لا حماتي ابني ما اعرفه بس هاي حماتي دائما. اي بعد احنا شوف احنا شوف احنا من نمشي دائما نصير فريق جلسات فريق واحد وان شاء الله واهل واحد ان شاء الله. زينبيات ان شاء الله. زينبيات ان شاء الله. زينب احنا كنا ان شاء الله على خدمه زينب. قد ما نوفي زينب ما نوفي هذا كله هذا. اي رحمه الله والديك يوم. الله يحفظك يوم. عظم الله لك الاجر. انه يوليك الاجر ان شاء الله. انه يوليك الاجر حبيبتي يوم. قولوا لي شتي تعبانه صاحبك مرض لا تمشين شو تقولي لي؟ لا امشي لزينب والله للزهراء. اي والله كل سنه تمشي؟ اي كل سنه. صارت لك مواقف خلال هذا المشي مثل تعبتي؟ صار لك موقف خلال المشي؟ لا خلال لا هالسنوات؟ لا ما تعبتي؟ لا ما تعبت. ما تشوفي نفسك من ترجعين احسن؟ اي من اجي اروح انا احسن. اي احسن ما اظل قاعده بالبيت. ايه رحت واسير. ايه واسير تقرير زيارة. زيارة وزورين. أيه. الكم وإن ان شاء الله الجميع ان شاء الله توصلين بالسلامة. تسلمين يوم رحم الله والديك. انا اوصيكم دير بالكم على بناتنا على حجاب ان شاء الله. موقع لها حجاب زينب هذه. حزام فاطمة الزهراء ان شاء الله. وكل احنا خدام للحسين وكل احنا خدام لاهل البيت ان شاء الله. والله انا ونسي في القدام طلع. آه ما شاء الله ان شاء الله يحفظ. 18 سنه احنا بشي ما شاء الله. ان شاء الله دائما ان شاء الله لأمة محمد ان شاء الله جاهز. سلمي رحم الله والديك. هاي بناتنا الزينبيات ونسائنا وامهاتنا اللي يمشون هم محافظين على حجابهم على طريق الزياره وعلى الواجبات واداء الواجبات والمستحبات. يقولون احنا ملتزمين وهذه الزياره احنا ملعوفه مهما يصير حتى لو تمرضنا شنو صار عندنا احنا مستمرين. احبتي المشاهدين واحنا ايضا مستمرين وياكم لكن خلينا نروح الفاصل قصير من بعدها راجعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد ونحن من محافظة بابل الحلة هذه المدينة الحسينية ونحن وسط الضيافة والكرم والعزوبية المنقطعة النظير في هذا الطريق والتي تجاري جميع المحافظات بالكرم وأيضا استقبال الزوار السائرين إلى كربلاء. معي ايضا احد اصحاب المواكب الحسينيه. عظم الله لك الاجر. رحم الله والديك. اشكرك انا رحم الله والديك. احنا بخدمه الحسين ان شاء الله واحنا جارين على خط الحسين وبخدمه الزوار. شنو الخدمات اللي تقدمونها؟ وزعنا كباب، وزعنا شربت، وزعنا لبن، وزعنا تفاح والحمد لله والشكر. ماشيين على وجبه باليوم. ويومي 4 وجبات 3 وجبات نوزع. من الصباح لعشرة بالليل. المبيت شلون؟ الحمد لله المبيت عندنا بعد 1000 واحد لزوار الحسين واحنا خدام لهم ان شاء الله. بيوتكم بيوتنا حسينيات وبيوتنا مفتوحه لهم بعمارات النسيج. نعم. ومضيف عندنا مضيفنا هنا كامل الحمد لله والشكر. الله يشكرك. الحمد لله والشكر ونعمه من الله. جوكم ايرانيين، افغانيين، باكستانيين، عرب من البحرين، من الخليج، من السعوديه؟ اجوا ان شاء الله من البحرين ومن السعوديه وايرانيين لحد ان يمي ما جيني هنا على طريق الحسين. شلون استقبالكم؟ والله استقبالهم على عيني وعلى راسهم وخدمتنا لهم قليله بحقهم.
واحنا جارين على خط الحسين. ايش قد تستمرون بالخدمه؟ ان شاء الله لحد اخر يوم للحسين ان شاء الله. اخر دار. اخر دار ولحد الان احنا نعزل الحمد لله وشكرا. بالتوفيق ان شاء الله. رحم الله وجهك. ايضا ناخذ ويانا احد اصحاب المواكب الحسينيه وخدام المواكب الحسينيه في الحله. اسمك كريم عظم الله لك الاجر. ابو حسين عمار بسم الله يا موكب. موكب هذا حي النسيج نعز صاحب العصر والزمان والمراجع العظام وعلى راسهم السيد علي الحسين السيستاني دام ظله. احنا هنا قاعدين من الغبشه الى حد الليل خدمه زوار الحسين. الله شاهد ورسوله اليوميه يمكن 10 وجبات قليله. وشردون بخدمتهم من البصره يجون لحد ما نظل اخر يوم. وعن راجع اكو هم من يرجعون الزوار اكو وبيهم خير يدللون. بالرجعه اكو. يستقبلون الناس. ورا حتى ورا الأربعين بيومين. زين. تكلمني عن الوضع الامني في الحله. نعمه خير من الله. تكاتفكم تعاونكم ويا الاجهزه الامنيه. نعمه خير من الكريم اخواننا الاجهزه الامنيه منهم. اكو تعاون اكو تواصل. اكو تعاون وتواصل وكله خير من الكريم. المبيت شلون للزوار هنا؟ مبيت خير. شو توفرون؟ اشكال شردون. شردون مثلا مبيت غسل ملابس المريض منام مريض حتى اذا اريد وصفه يجيبوا لي اياها على حسابه المريض. شكرا جزيلا. عيون على مكان يعني للنساء الواحد مكان نساء ورجال موظفين ان شاء الله. رحم الله والديك الله يوفقك ان شاء الله. وياي جاي انت زائر منين ما جاي؟ من الديوانيه. من الديوانيه. سولف لي على الكرم اللي موجود بالطريق. والله الكرم موجود كل المواكب مو بس موكب واحد. سولف لي على الكرم. والله كل المواكب بيها كرم ما بيها كل خصور المواكب. ماكو فرق. ماكو فرق. زين شلون الشباب اللي جاي يشوفون وياكم؟ شنو رايك بالشباب اللي يشوفون وياكم؟ والله زين الحمد لله. شباب والنعم بيهم ها؟ عن سنه تختلف قامات. ايش تنصحهم؟ والله انصحهم كل شيء. بالالتزام. بالالتزام كل شيء. بالتوجه لاهل البيت. اهل البيت. كل شيء والله. ماجور ان شاء الله. الله عظم الله لك الاجر. شباب بعد من رجعت تعال. تعال من يا محافظه؟ كلنا خادم الموكب. تعالي سولف لي. انت احد خدام المواكب. نعم خدام المواكب. عندك فرق بين واحد وواحد؟ ابد نهائيا كل خدام الحسين كل ابد نهائيا. شلون تنظر للزائر اللي جاي لك؟ انظر له يواسي السيده زينب عليه السلام. تنظر اخوك يعني؟ اي نعم اخوي. بكل الجناسي بكل الجناسي هم اخواننا. ماكو تفرقه. ابد ماكو تفرقه نهائيا وكل شيء موفر عندنا. انتهت هاي القضية. نهائيا منتهي القضية. كل شيء متوفر. شو تقيمون الزيارة هاي السنة أكثر لو؟ أكثر هاي السنة إن شاء الله أكثر. هاي السنة أكثر. أكثر أكثر إن شاء الله. عدد أكبر. عدد أكبر وخير من الله. تعاون الزائرين شلون وياكم؟ زين جيد جدا. تعاون الزائرين. إيه زين زين جيد جدا. عظم الله لكم الأجر إن شاء الله بها أصابع. تعاي. تعاي حجي. تحجي الحجي. عظم الله لكم الأجر في هذا المصاب الجلل. ونبقى وياكم من محافظة الحلة وهذا البث المباشر لهذه المسيرة وبرنامج حسينيون حتى الظهور من قناة الأيام. عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين. حسين ومستمرة شاشة قناة الأيام الفضائية بنقل هذه التغطية المباركة لأربعينية الإمام الحسين من طريق لبيك يا حسين الرابط بين محافظة النجف الأشرف وكربلاء المقدسة. مثل ما عودتكم دائما في بداية تغطيات نعطيكم بعض الأخبار العاجلة التي تخص الزيارة الأربعينية. والخبر الأول إعلان مجلس الوزراء العراق المنتهي صلاحيته إجازة رسمية يوم الأحد القادم بذكرى هذه المناسبة. إضافة إلى الكثير من الأخبار اليوم التي تخص وخاصة الكثير من المحافظات التي أعطت عدد من الأيام لتلك الزيارة الأربعينية. الآن راح نضعكم اليوم بأجواء مباشرة وبالمشاعر كلها مع المواكب وأصحاب المواكب خدام الإمام الحسين وخدام زائرين الإمام الحسين وأيضا لقاءات مع الأخوة اللي متواجدين هنا. خلي ندخل بعد أكثر شباب. شلونك حاج؟ أخبارك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. من وين تعال يمني حاج؟ تعال. من إيران؟ تعال يمني تعال يمني. تفضل تفضل. من إيران؟ إيران إيران. إيران. قزفين. قزفين؟ قزفين قزفين. كيف الخدمات كيف كانت؟ خیلی خوب خیلی عالی دست شما درد نکن خیلی خوب تشکر میکنیم از همه مردم عراق
واقعا زحمت کشیدند این عزای حسینی نهایت همکاری نهایت سنگ تمام گذاشتن. خیلی متشکرم از شما. متشکرم. الله خیر. شکر ان شاء الله. طبعا نشكر اليوم الشعب العراقي وكل المواكب العراقيه التي قدمت خدمات لمده 24 ساعه. اضافه الى معلومه احبه المشاهدين انه هذا الشارع ما يتكون فقط من مواكب عراقيه بل مواكب متعدده الجنسيات ان كانت ايرانيه باكستانيه حيث حتى وجود اكو بعض المواكب الهنديه التي شاركت لخدمه الامام الحسين. طبعا ايضا يعني خلي الجو ونشوف شلونك اخوي شلونك بعد من وين؟ عماره. من العماره؟ وين بالعماره؟ هاي العسكري. اي العسكري؟ انت في المركز مال الميسان؟ نعم مركز المدينه. شو اسمك انت؟ علاوي. علاوي. علاوي ايش قد عمرك؟ 16 سنة. صار لك ايش قد جاي ماشي بالطريق؟ 10 ايام. يعني قبل ما اركب السيارة؟ لا هم شوي صعدنا. شوي بس صار لك 10 ايام. نعم. توجه مباشرة إلى كربلاء لو ترتاح هنا؟ لا ارتاح شوي شوي يعني مو كله مشي. نعم. يا من جاي؟ أنا ولد خاضي وهاي. ايش طلبت من الإمام الحسين؟ الصحة والعافية. وبعد؟ هاي دراستك وعايش. لا بس طلبت الصحة والعافية. إن شاء الله ربي يحفظ لك. وليك الفرج. إن شاء الله. بعد قلب. نحن حسينيون حتى فوق. إن شاء الله. الله بعد قلب الغالي. أهل ميسان على راسنا كليتهم الأبطال ربي يحفظهم. 10 أيام من ميسان إلى هنا رقم جيد رقم نصاعد بعدد من السيارات اللي كانت متواجدة. الله يخليك. باكستاني. أهلا وسهلا. مبارك. باكستاني باكستاني. اهلا وسهلا. اسلام اباد؟ نو راجنبور فلدد اريا. راجنبور. راجنبور. كيف رايت الزياره؟ الحمد لله لبيك يا حسين. خدمات فيري جود فيري نايس. واتس يور نيم؟ شاكب نبيد. شاكب اهلا وسهلا جزاكم الله خير. خوب تفضل تكلم فارس. عرض السلام خسره وشيد وغان عراق. من یک هفته تو عراق امکانات خیلی خوب خدا رو شکر راضی هستیم از عراقی ها تشکر خیلی میکنیم. خیلی مهمون نوازن واقعا خیلی زحمت میکشن. من یک هفته عراقم واقعا مهمون نوازیشون عالیه. خدا رو شکر خدا رو هزار مرتبه شکره واقعا لذت بوریم امکانات همه چیز انشاءالله که داریم راهی کربلایی میشیم راهی کربلا میشیم. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. من وين؟ من ایران اصفهان طهران. ایلام کردم. کرد ایلام. ای اهلا وسهلا حرم الله لكم عزیزی. يقول صار اسبوع كامل في كربلاء او في العراق ما حسيت بفرق انه او ما حسيت بنقص بالخدمات. يقول هذه الخدمات موجوده فقط في العراق. تقول من اكل ومنام وشراب. يقول متوجهين الى الامام الحسين بصوت لبيك يا حسين. هذه الاجواء الجميله المفعمه حقيقه. شكرا شكرا. قبل ما اشكر اي جهه حكوميه وقبل ما اشكر اي جهه ساعدت بانجاح الزياره، الشكر الاول والشكر الاكبر الى اصحاب المواكب لمختلف المناطق العراقية التي خدمت واستضافت الزوار. يعني حقيقة عملهم دبلوماسي يعتبر. تبيض وجه العراقيين فخر للعراقيين. اليوم لما نشاهد هذه الجنسيات من مختلف دول العالم تحمد وتشكر بالعراق وتعطي هذه الميزة الكبيرة بموضوع الكرم والسخاء والراحة وغيرها من هذه الأمور. حقيقة شكرا شكرا لكل أصحاب المواكب على كل هذا العمل الجبار اللي يقومون به. طبعا ايضا خلي ندخل شويه شباب. اسف السلام عليكم. شلونك اخوي؟ شلونك بعد؟ الله يخليك. مبارك. وين؟ اني منا والله من موكب. موكب؟ ايه شو اسمه موكب؟ تمام احنا موكب الحسن المجتبى. قال لي ايش قد عمره هذا الموكب؟ والله تقريبا بال 20 سنه تقريبا. شنو الخدمات اللي تقدموها بالموكب؟ والله نقدر عليه تمور عصاير لبن. ان شاء
شاي اللي نقدر عليه بخدمة الحسين، كل شيء واصل إن شاء الله. مبيت أكو؟ مبيت موجود، كل شيء موجود، نساء، رجال، صحيات، حمامات، إيرانيين وعراقيين. إيران وعراقيين قدام، عندنا إيرانيين هنا موجودين حتى وياكم يساعدون. بالضبط بالضبط. إيه قدام هذه المنطقة سكن. إيه سلفت المنطقة. أهلا وسهلا. أهلا بك، شرف. الله يخليك. الله ما حد تكلم فارس. إيراني خلاص. هاتي سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام پیادهوی اربعین به نیابت از شهدای صدر اسلام کربلا حاجی قاسم سلیمانی ابو مهندس مهندس مهدی قدم götürür تمام عاشقان سید شهدان نوازندن هر کسی görülürse تمام مشرق arasında مغرب مشرق ile مغرب arasında ne men şiye Ali ibn Abi Talib var hamısı nevazından qadam götürür qurbet illallah تبريد. من وين؟ هنا بهذا الموكب نخدم. وياك؟ إيه طالب علم وأنا هم جري حرف الله يحفظك. ممتاز. وين طالب علم؟ بمدرسة النجف حوزة مات النجف. دراسة حرة يعني. أنا كم سنة؟ يعني مقدمات ورحت الحرب انجرحت ورجعت هسه دراسة إن شاء الله. يعني أنت جري حرب ما ويا داعي. إيه إن شاء الله. الله يحفظك وينصرك ويوفقك. الله يبارك فيك. أنواع الخدمات اللي تقدموها للزائر. خلنا نبتدي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والنعلة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الساعة إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واقعا احنا عاصرنا عصر صدام المقبور، كان الزائرين على ضفاف الفرات وبالخفية، واكو خدمه يعني موجوده بالسر وزائرين هم بالسر. من بعد 2003 بدات الناس يعني مخيمات، والحمد لله يعني بس يعني خدمه يعني نقول بسيطه، واليوم خدمه يعني كلش خدمه ما شاء الله، يعني من ناحيه المنام، من ناحيه نقول صحيات، من ناحيه الطعام، من ناحيه الشراب ووسائل النقل وخير من الله. شوف اليوم العراقيين فاتحين بيوتهم لكل دول العالم، هذا من باب. الباب الثاني اللي هو الإمام الحسين صلوات الله ربي وسلامه عليه، واليوم نعيش ذكرته. الإمام الحسين ليس فقط للشيعة وإنما لكل العالم. الإمام الحسين هو منهج، منهج لكل الظلم اللي قاعد يحصل بهذا العالم، لأن هو قال ما خرجت عشرا ولا بطرا وإنما خرجت لأصلح في أمة جدي رسول الله. الإمام الحسين هو مشروع، مو يعني مجرد احنا نقول عبره، وانما لكل العالم. واليوم نجد الزائرين من كل العالم هم متجهين الى الامام الحسين صلوات الله ربي وسلامه عليه. واحنا اللي نطلبه من الاعلام، ونشوف اليوم اكو حس طائفي، وهذا الطائفي المستفاد من عنده هذا بس المنافق. احنا نقول لاخواننا السنه الامام الحسين مو فقط يعني للشيعة، وانما هو ابن بنت رسول الله وجد النبي محمد ووالد امير المؤمنين اللي هو ينعد عد الصحابه يعني رابع خليفه عند باقي الاخوان. نعم. باقي. فاحنا نقول لهم جسد واحد وروح وحده. احنا ما زال عندنا اشتراك بالمنهج من ناحيه الصلاه، من ناحيه القبله، من ناحيه الصوم، من ناحيه الزكاه، الجهاد وما شابه ذلك، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإحنا نقولهم مثل ما قال لنا النبي محمد، دين الإسلام هو دين الرحمة، دين التسامح، دين المودة. ولذلك الإمام الحسين انتصر مو من باب المادة بذاك العصر، وإنما انتصر من باب المعنوية. ليش؟ لأن الإمام الحسين صلوات الله ربي وسلم عليه انقتل، ولكن هو بالأساس ليس مقتول وإنما هو حي. والقرآن شو يقول؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهنا احنا نقول لاخواننا السنه ان شاء الله احنا اخوه وايد وحده، وما عندنا يعني تفرقه، وهاي العقائد تبقى. كل من وعده اعتقاداته وعده افكاره، بس احنا نريد التسامح بين الاديان الباقيه. واليوم نجد المسيحي يختم بطريقه ابو عبد الله، ونجد من ابناء العامه يعني من ابنائنا اخواننا السنه يخدمون، والحمد لله رب العالمين، نعمه كبيره. وان شاء الله الله يبعد الشر عن كافه المسلمين والمسلمات، وإن شاء الله شعوب آمنة، وإن شاء الله نسأل الله أن يعجل لصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ليرفع هذا الظلم والجرع عن هاي أمة محمد وآل محمد إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم. نقول دائما حسينيون حتى الظهور، فتم الشيخ بكلامه يعني حقيقة حسينيون حتى الظهور، لأن العراق
أرض الظهر. أحبة المشاهدين أترككم مع هذه المشاهد المباشرة لتلك الزيارة المباركة. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومستمرين بهذه التغطية المباشرة من قناة الأيام الفضائية، وعندنا زائرة من محافظة ميسان. أهلا وسهلا. أهلا بك. شو تعرف؟ اسمي آلاء، طالبة خامس علمي من محافظة العمارة. جينا مشي من النجف. من العمارة بالتحديد؟ من المجر الكبير. من المجر الكبير جيتوا مشي لو سيارة؟ لا، جينا سيارة بس راح نمشي من النجف إلى كربلاء. كم ساعة تمشون؟ تقريبا من الساعة بالأربعة، يعني نرتاح وبعدين نرجع. انتوا من جاي؟ أنا وعائلتي. رأيك بالزيارة، الخدمات اللي قدمت بالزيارة؟ كلش حلوة، ويعني كلش حلوة الأجواء، الزيارة والخدمات، ويعني تغيير حتى للنفسية. واجهتوا مشكلة موضوع المنام وهذه؟ لا لا أبد، الحسينيات موجودة هواية. شنو ايش طلبتي خلال طريقك من الإمام الحسين؟ أطلب النجاح وإن شاء الله الأمان للعراق. يا رب. التحية والشكر. شكرا. أطلب الله لكم الأجر. إن شاء الله. الله يحفظك. طبعا أحبة المشاهدين، يعني من ميسان، من البصرة، من ذي قار، مستمرين بتلك الزيارة. شلونك حجي؟ الله يسلمك، الله يسترك، جزاك الله خير. من وين؟ بسم الله وبالله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين. أنا من دولة الإيران، محافظة الأهواز، مدينة عبد الخان الولائية. اسمي عباس بن صباح حجي هريدي. على راسنا أستاذ عباس، ربي يحفظك. أريد أعرف جيت مشي من ناكل أو بسيارة؟ تقريبا من الديوانية إلى النجف، من النجف إلى هذا الطريق. يعني دخلت بسيارات إلى الحدود العراقية؟ تقريبا سيارات وخدمات جيدة، ونشكر العراقيين على الخدمة هاي الحقيقة جيدة. واحدة. اي والله حب الحسين يذوب كل الجزاء. احسنت، جزاك الله خير الجزاء. واحب ان اقول للزائر النظافه اي هاي وايد مريوده، لان البلديه حقيقه شتي تجاوب. انا اقول ان هذا الشيء للزائر، هاي هي والسلام. انا ما اقول لك كل خدمه تصير مثلا يشرب له شيء يشيله. النظافة مهمة، وايد مهمة، هذا اللي حبيت أقول لنا. طلبت من الإمام الحسين أنت وتمشي؟ سلام الله على الإمام الحسين. والله إحنا شو نريد نطلب يا أخي؟ هسه إحنا هاي المسافة منا اللي وإحنا بعد أنت وصور القضية لحد وين نسبت. صور القضية، طفل وياهل وفلان وهاي خش. إحنا ذرب بحر، الله شاهد علينا، ذرب بحر الإمام الحسين سلام الله عليه. جيت ويا بحدك لو يعال؟ أنا جيت وعائلتي. جزاك الله خير الجزاء. وإحنا نريد الوحدة الإسلامية، نريد هذا إن شاء الله، هي ولو صورة وصلت عالمية طبعاً. هذا فري شيء يكون نعتشي به الحقيقة للجميع العراقي، جميع الأمة الإسلامية وإيران وكل البلاد الإسلامية. حقيقة شيء معجب جدا، جزاكم الله خير الجزاء. أحسنت، الله يحفظك. شكرا لك وعظم الله لكم الأجر. طبعا أحبة المشاهدين، وهذه انتقالة للزميل كاظم الحاوي من مدينة الحلة. يلا اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، في هذا اليوم العظيم، في هذا المسير المهيب الذي انطلق السواد من محافظة البصرة من البحر إلى النحر في قطعة سوداء معزية باكية حزينة مواسية للسيدة زينب عليها السلام. وهذا المسير المهيب ينادي لبيك يا حسين. معي في هذه اللحظة من مدينة الحلة المعطاء، صاحبة الكرم، صاحبة العزوبية، صاحبة العطاء، الزوار القادمين من أقصى مدينة الديوانية الحمد الشرقية. بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك هو من عظم شعار الله. الحمد لله وشكر اليوم في زيارة، الحمد لله وشكر زيارة مقبولة إن شاء الله لجميع الزوار، ربي يحفظهم ويسر أمورهم إن شاء الله. شلون الخدمات بالطريق؟ والله خدمات نعم، من الله فضل، كله فضل الحسين وفضل هاي الخدمة، وإن شاء الله ربي يحفظهم احفظهم ويسرهم ان شاء الله. نعم، سولف لي عن مسيرتكم، هل كان بها تعب؟ والله تعب، كله الحسين كله
ماكو تعب شر الحسين. ان شاء الله ماكو تعب. ان شاء الله ما في الحسين ماكو تعب. انتم جاي تمشون مشي يعني. جاي نمشي ونواس السيدة زينب عليه السلام والإمام عليه السلام. الطريق شلون؟ والله المبيت هو بعد مبيت أهل الكرم خدمت الحسين كذا موجود. معازيب موجودين على المعازيب. معازيب موجودة الحمد لله والشكر. نعم الحمد لله. خلينا نشوف والله خويك. عظم الله لك الأجر. شلونك؟ شلون صحتك؟ طيب ان شاء الله. الله يسلمك. شلون الطريق وياك؟ خير من الله. كم سنة صارك تمشون؟ والله نمشي تقريبا صارنا بالعشرين سنة يعني. والله 20 سنة. 20 سنة حتى بزمن صدام. اي نمشي بقى ما شاء الله. يعني جد عمرك من مشيت بذاك الوقت؟ تقريبا 12 سنة. الحمد لله. والله الحمد لله ما شاء الله. شكر لله. بعدك شباب يعني؟ لا الحمد لله وشكر خير من الله. الحمد لله وشكر. خير من الله. خير من الله. الله يخدمك. خير من الله. والله العظيم نعمة الله. شلون تقيم عزوبية أهل العراق وكرمهم؟ والله هم هي تشهد لهم هاي يعني. هم أكو مثيل لهيك شيء؟ لا 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 ماكو. هم أهله يعني أهل الكرم. أي شهادة عالمية. أي أي صحيح 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 صحيح. بالتوفيق إن شاء الله. الله يعزك. خلينا ناخذ ويانا هنا زائر من الشاي. يعني لا أحد خدام المواكب من هاي المحافظة. أحد خدام المواكب الحسينية في محافظة بابل. عظم الله لك. شو اسم موقفك؟ شو اسم الموقف؟ فاطمة الزهراء. نعم. شنو تقدمون؟ كافة خدمات الزائرين. نعم. كل أي شيء يحتاجه الزائر احنا بخدمتهم من مأكل، مسكن، مبيت. نعم. كل الخدمات وفرنا لها للزائرين. أبد ما خلينا زائر يعني يحتاج أي شغلة. إن شاء كل الله. من أي شيء. إن شاء الله. وهنا مواكب أهل الحلة معروفين يعني الحمد لله والشكر يعني. نقدم لهم اي شيء واي شيء يحتاجه الزائر احنا بخدمتهم. نقدم لكم اي شيء بخدمتكم إن شاء الله. خدمه الزوار. عظم الله لكم الاجر بهذا المصاب الجلل والتوفيق لكل العاملين في قناه الايام الفضائيه اداره وكادرا ومهندسين ومراسلين وفنيين ومصورين على هذه الجهود الجباره والكبيره بنقل هذه الوقائع وهذه المسيره العملاقه المليونيه بشكل مباشر من جميع المدن العراقية من جميع المحافظات العراقية في والسائرين باتجاه كربلاء المقدسة. تحية ألف تحية لقناة الأيام الفضائية وألف تحية للمواكب الحسينية من البصرة حتى كربلاء المقدسة. واقعا ما رأيناه يسر القلب ويعني يجعل من أهل العراق هم في المرتبة الأولى بالضيافة والكرم المنقطع النظير. قرأنا في التاريخ عن الكرم ولكننا رأيناه رأي العين في هذه المحافظات الكريمة واليوم في بابل ما نراه منقطع النظير من الكرم الذي جاد على جميع هذه الآلاف من السائرين من محافظات العراق الجنوبية باتجاه كربلاء المقدسة. الآلاف ما زالوا لحد الآن يتوافدون على هذه المدينة. المواكب والسرادق يعني موكب بجانب موكب ليس هناك فاصلة. كل ما تشتهي النفس المبيت في مضائف في حسينيات في منازل الكرام والناس يعني أصحاب الكرم والضيافة في هذه المدينة مدينة الحلة. تحياتي لكم جميعا وأنا محدثكم كاظم الحاوي وهذه تحيات العميقة والحارة لمشاهدين الكرام من كادر وإدارة ومصوري وفني إذاعة الأيام. ولبيك يا حسين من خلال برنامج حسينيون حتى الظهور. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. حسينيون حتى الظهور. حسينيون حتى الظهور. المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم في طريق الزائرين في منطقة الدورة وبدأوا أهالي بغداد بالتوافد والانطلاق إلى كربلاء إن شاء الله. معنا أحد الزائرات. أم سيف يا أهلا وسهلا مجورة إن شاء الله. حبيبتي أم سيف شوية عتها بالصوتها وهي من ذوي الاحتياجات. علاوة همتي تعال ماما تعال مجور حبيب علاوة. أنا يسلمني. هم من ذوي الاحتياجات فما تتعبون يقولوا لكم؟ لا ما نتعب. ما نتعب. تحب الإمام الحسين علي؟ إيه نعم. تمشي كل سنة؟ نعم. شوفوا احنا جبنا نموذج لكم ذوي الاحتياجات سواء كان منتهي الازمه داون شلل غيرها موجودين بكثره بطريق الزائرين. هذا يدل بان حب الحسين عليه السلام على الفطره. وياي احدى البنات الزينبيات ان شاء الله. حبيبتي تعرف عليك شنو اسمك ماما؟ بنين. بنين. بنين من وين انتي؟ من بغداد. اليوم طلعتوا بالمشي؟ ايه.
بنين قالت أنا عندي مشاركة، عندي قصيدة أريد أسمعها لكم، يلا تفضلي. ويلاه زينب ويلاه زينب ويلاه، مايله الدنيا ويا زينب مايله، عايله بصحرا نسبت لك عايله، ترت ام 50 عام عن الخيام، العلم طاح وراح ذاك الشايله، هوسوا بالخيم طيحوا عمدانها، يا هلي تنولي ما وياها اخوانها، دمكم مشقوقه ساتكم محروقه، واحنا هالقاسون حبيبتي حبيبتي ماجوره ان شاء الله طول الطريق تقرا بالقصائد وحافظتهم، حافظه هاي قصائد ماما؟ ايوه حافظه. حبيبتي ماجوره ان شاء الله، وان شاء الله على طريق زينب الكبرى حبيبتي ماجوره ان شاء الله توصل بالسلام. وياك اختك حبيبتي تعال تعرف عليك شو اسمك؟ ماجوره ان شاء الله. شنو اسمك؟ آية حبيبتي ان شاء الله توصل بالسلام، اسالكم الدعاء. تفضل يلا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. والله ما اعرف يلا اجل مع السلامه. يلا البعض يروح السيله، احنا وقفنا هوايه. شكرا لكم يا اهلا وسهلا. وين؟ والله من بغداد اليوم طلعنا ان شاء الله. طلعت وشو شفت الطريق؟ ان شاء الله ما شاء الله خدمات ومواكب وهواي زوار. شو رايك بالخدمه اللي قدموها؟ والله الحمد لله، يعني مواكب موجوده وخدمه وزوار تمشي الحمد لله والشكر، وان شاء الله احنا كل سنه نجدد الشعائر، نجدد الشعائر وما نترك هاي العقيده نقول مثل، ونبتعد عن الطائف اكثر شيء. هاي الفتره صايره بين الطوائف ومنتشره مواقع هاي الفيديوهات اللي تنتشر وتخريب سمعه الزوار، بالعكس الزوار والمواكب ما شاء الله وكلها منتشره وماشيه على طريق الامام الحسين، ونعيد الشعائر. قد عمرك ماما؟ 17. ما شاء الله بهذا العمر الصغير الفتي المراهق عنده هذه الفكر وهذا الوعي، يقول احنا ما نتاثر بالفيديوهات اللي تنشر اللي عكس انه تظهر مظهر مو لائق بالزوار، بس احنا ملتزمين. احنا ملتزمين اكيد اكيد ملتزمين اكيد الحمد لله والشكر. طالع انت وحدك ويا اصدقائك؟ لا انا والولد. انت مجموعه يعني ان شاء الله تتصل باهلك تطمنهم عليك؟ اي طبعا اكيد. مرتضى جليل. اهلا وسهلا ماجور. اهلا اجل احمد الله والديك. انت منين مشيت؟ من بغداد؟ من بغداد. من بغداد اليوم مشيت، شو رايك بالطريق؟ والله طريق يعني على الخدم يعني خدمه ممتازه جدا. ونشكر هذه خدام الحسين ونشكر الزائرين يعني اللي لبون الدعوه، ونعزي صاحب العصر والزمان الامام الحجه عجل الله فرجه. يعني مثل ما تحدث زميلي يعني هاي الفيديوهات اللي تنتشر يعني تشويه سمعه للزائرين، فاحنا ان شاء الله بهذه طلعاتنا وهذه الطاقات الشبابيه ان شاء الله راح نكون قدوه للمجتمع وللاجيال القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. تفضلوا اخوان تعالوا تعالوا. السلام عليكم ماجورين. السلام ورحمه الله. عظم الله لكم الاجر. حلو عظم الله لك الاجر. مين ماشي؟ عظم لكم الاجر ومعالي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام باستشاره سيدي ومولاي ذكرى الاربعينيه للامام الحسين عليه السلام. انطلقت موكب قافله الامام الحسين للزوار الاربعينيه من بغداد حاليا مدينه الصدر، وان شاء الله نعرف بالحسين ابو عبد الله الى نهايه الطريق، ونتمنى من الله السداد والقوه اللي يخلينا نواسي سيدي زينب بهذا المصاب العظيم. كل سنه تمشون كويس؟ والله حسب الظروف، يعني مرات صار عندنا اعمال، فد حتى لو صار عندنا اعمال او ظرف لازم نخلف وقت معين حتى لو نسويها يوم ونرجع، فما نتركها ابد، لان تعتبر هاي ذمه علينا. هم اهل البيت عليهم السلام ما قصروا بتربيتنا وديتنا وابهاتنا ربونا على هذا الشيء، فما بنستنى نترك هاي الزياره الاربعينيه خصوصا بها شغلات تاريخيه. صحيح. شلون شفت الطريق الخدمه زائرين؟ والله القضيه مو قضيه خدمه وزائرين، هي القضيه قضيه مبدا، يعني الزائر الموكب اذا كان موجود او ما كان موجود هذا مو مهم. المهم لا لا ما يمنع اكيد، احنا نسمع انه التعب والمشقه اجرها ثواب عظيم، فالتعب الاجر على قد المشقه، واحنا نتمنى انه نتعب صراحه، نتعب ونعرق ورجلينا تتعور في سبيل الرضا، ولو نواسي ذره بسيطه من اللي عانت زينب عليه السلام في مثل هذا. اكيد هذا يسعد الامام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. اكيد نحن بامس الحاجه الى صاحب العصر والزمان وندعي له بالفرج وحتى نعطي صدقات، لان الوضع الان عصيب وكلش يعني متوتر الى درجه، وان شاء الله لون من ال محمد ينهي جميع الخلافات وينهي جميع المشاكل بالعراق ان شاء الله. الله باذن الله تعالى. شكرا لك اخوي ماجور ان شاء الله توصل بالسلامه، ونسالكم الدعاء ان شاء الله. ويانا بعد من يشارك ويانا تفضل. ها ماما تعال تعال ماجور ان شاء الله. شنو عندك موكب؟ ايه. شو تقدم خدمه؟ مي مي. توزع مي؟ شو تقول؟ تفضل يا زين. ايه. شو تقول لهم؟ والله شلون؟ والله يا زين. ايه.
اي وهذا الصوت باقي نبرته عاليه انه هو ينادي بانه تفضل يا زائر ويقدم الخدمات، مختلف الخدمات موجوده من مواكب. نشوف هسه بدت الناس اكثر دا تمشي للزياره الاربعينيه لانه اهالي بغداد بداوا من يوم باكر ايضا ان شاء الله يوصلون بالسلامه. واكيد احنا مثل ما تفضلوا الشباب قبل شويه بانه احنا ما زلنا يعني على ثباتنا وعلى هذا الوعي الموجود عند الشباب وهم باعمار 16-17 سنه، و ما دون ايضا انه وعي الاخرين بانه بعض الفيديوهات اللي تنتشر على التواصل الاجتماعي. نعرف انه الان الانترنت موجود، حتى المواكب توفر الانترنت للشباب وللنساء ايضا. نشوفهم بالمبيت انه موجود، احنا بخدمتكم، اكو انترنت تعطيكم الباسورد. هذا شفته باغلب المواكب ودا اسالهم، يقول احنا دا نشوف فيديوهات انه هاي توصية للزوار ومفبركه ومزيفه بعضها. احنا دا اريد ان نقول انه هذا الشيء مزيف ومو صحيح، لذلك احنا يعني كلش فخورين بهذا الوعي من شبابنا الاعزاء، الله يحفظهم ويوصلهم بالسلامه. السلام عليكم. يوم السلام ورحمه الله وبركاته. رحم الله والديك، الله يسلمك. يعني شو نقول؟ أقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، ونعزي صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه، والأمة الإسلامية بالخصوص شيعة أمير المؤمنين بهذه المناسبة الأليمة. هي ذكرى أربعينية الإمام الحسين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. الحسين يا حسين، احنا ايش قد ما نقدم قليل بحقه. سلام الله عليه. طبعا الحسين سلام الله عليه سفينة النجاة. الحسين باب الله، من اراد الدنيا شلون يعني نقول يزور الحسين عليه السلام، يمشي على طريق الحسين، على نهج الحسين عليه السلام. من اراد الاخره فليكن هو الحسين الوسيله، من اراد كلاهما الدنيا والاخره فاهمين طريق الحسين سلام الله عليه هو اللي يتبع لازم، واللي يتبع طريق سلام الله عليه هو الدين الحقيقي، الدين الاسلام اللي ما وصى به الله ورسوله والباقي الائمه سلام الله عليهم. اني لا والله السنه على اساس نطلع احنا وزوجي، بس زوجي المره صار عنده ظروف وما قدر يطلع وياي يعني، فطلعت وحدي. قال لها ليش من طلعت؟ قال لي طلعي، هو ما يدفع بي، يقول لي طلعي روحي زوري. قلت له بالله العظيم انا احس اسمي مسجل ان شاء الله ويا الزوار واسمك، وقلدني. قلت لك كافه الاعمال اللي راح اقوم بها بالطريق كليتها قلدني اياها، وان شاء الله انا من جميع المؤمنين والمؤمنات مو بس الناس. طلب منك خطوات؟ طبعا انا ان شاء الله اهدي خطوات الامات والاحياء، يعني مو بس خصوصي شهدائنا مالتين، اي يعني لازم يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله احنا نكمل المسيره بدالهم ان شاء الله. مقبوله منكم ان شاء الله توصلون بالسلامه حبيبي. من يومكم رحم الله والديك. ماجوره ان شاء الله بنات الزينبيات وامهاتنا ايضا. هذه قناه الايام الفضائيه بخدمتكم ان شاء الله، احنا كلها خدمه من اجلكم نوصل الايام الفضائيه. واكيد نوصل رساله للمشاهد الكريم بانه هذا طريق الزوار، هذه الموجوده، هاي الزينبيات، هذول الشباب. لا تشوفون شيء غلط، الموجود هنا عكس الواقع. ما تصدق تعال تعالوا شوفوا بنفسك وشوفوا الخدمة وشوفوا الناس شلون يتكلمون. تفضلوا اخوان. السلام عليكم. ماجور السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله والله ان شاء الله نطالع من الكرادة. ما شاء الله. ان شاء الله اهالي الكرادة معروفين بخدمتهم للإمام الحسين عليه السلام. عليه السلام افضل الصلاة والسلام. والله خير من الله، يعني ماكو قصور ان شاء الله. من الخدام ومن المشايخ ماكو قصور، ومن قوات الامنية نشكر قوات الامنية، نشكر الحشد الشعبي، ونشكر الجهود الذي وحلوا بالجهاد الكفائي والجهاد اللي ما شاء الله يعني الزوار بأمن وأمان. احسنت رحم الله والديك. احنا نشكر اكيد واياكم الحشد الشعبي، لولاهم احنا ما نسير الان، ما تمت الزياره لولا هذه الدماء. طبعا طبعا اكيد. طالع ويا اهلك ويا اصدقائك؟ لا ويا عمي علي. ما شاء الله اصغر منك عمي. لا اكبر من عده. الله يسلمك رحم الله والديك. شلونك؟ شلون شفت الخدمه؟ والله الخدمه كل زين الحمد لله نعمه، نشكر الله سبحانه وتعالى ونعزي صاحب العصر والزمان بمصاب الحسين عليه السلام. هذا يوم عظيم والخدمه نعمه، ويعني شيء نعمه هاي بركه الامام الحسين، ماكو احسن من عندها. اسالكم سؤال، اكو شبابنا يمكن اذا تشوف لاحظ بيهم اشياء سلبيه معينه ممكن تنصحهم، يعني حسب السلبيات ما اريد نذكر، لكن هذا طريق وممكن الانسان خطا. صحيح الشاب احنا النصحه لازم امشي من راح على نهج الحسين، امشي صلي وامشي صحيح، لان الحسين على صحيح وعلى حق، احنا نمشي على نهج الحسين. اليوم الولد اذا غلطان صديقه قال له صلي
هو علم على الطريق الصح ما كان علم صح. الإمام الحسين نهجه صح نمشي على طريقه صح ولا غلط؟ الله يسلمك الله يخليك. أوصيكم بهذا الشيء دائما وين الشباب نحكي وياهم. احنا هذا الشيء احنا ننصح الشباب وننصح الأهم النساء اخواتنا ننصحهم مو بس اخواننا. ونبدي واحد الشخص يبدي من نفسه اكيد ما يجرون توصل بالسلام الله يحفظكم. تعال اخواني تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. رحم الله جسمك. من جسر دياله. من جسر دياله. بين عليك تبع وصل لك كم اليوم طلعت انا؟ ما شاء الله اليوم من جسر دياله وصلت لك. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. شلون شفت والله زياره حلوه وناس متوافده لابو عبد الله الحسين والعالم الله ان شاء الله يتقبل منها. هذا القليل هذا مو هو هذا قليل جاه ابو عبد الله الحسين والله يحفظ القوات الامنيه وان شاء الله على كنا على هذا النهج سنه وشيعه ان شاء الله ماكو تفرقه لا هذا سنه وهذا شيعة وهذا مسيح. احنا مسيح جايين شنو يانا من الساعه شفت بغداديه جايين شنو يانا فمن الله التوفيق ان شاء الله وسيكم يا عبد الله كل سنه تمشي ان شاء الله كل سنه امشي كل سنه الانسان يتجدد عنده شيء شنو تجدد عندك اليوم والله هي بعد عاطفة عاطفة ما تسولف عنها يعني تقول ان كأنما اول مرة كأنما يعني اول مرة ولا سنة ولا سنتين ولا هذا هسه انا رايح الموكب عندنا اخدم به من هناك موكبكم موكبنا بالاسكندرية راح اسأل الموكب شنو بعدين موكب حتى يروح الموكب قائم آل محمد شو توفرون هناك كل شيء يعني نوزع صمون للمواكب انا خلفه مال الصمون ايه نوزع صمون للمواكب بلاش مجانا يعني مخليش قد مسافه يعني اليوم تدخل الاسكندريه لو باكر شلون لا ما اعرف بعد تسلم هواي مسافه تسلم من الله تسلم من الله هواي الايام ان شاء الله تلحق ان شاء الله ماجور ان شاء الله اخوي رحم الله والديك توصل بالسلامه هو زائر وخادم ايضا تفضل يا ابي السلام عليكم ماجور رحم الله رحم الله والديك من دياره جاي ها صار لك كم يوم؟ صار يومين. يومين شلون والله خير من الله الخدمة موجودة والأمان وخير ولكن خير من الله الحمد لله والشكر يا رحم الله والديكم. شو تحس لك هاي الزيارة؟ الواحد قال لك لا تروح شو تقول؟ لا نعمة هاي زيارتنا هاي خير من الله هاي. نعمة. أهلك طالع اليوم؟ إي والله لا أهلي بعد ما طالع اليوم يطلعون. إن شاء الله. إن شاء الله رحم الله. شو سبقتهم؟ وأنا كل سنة في قبلهم. أها توصل حتى قبلهم. إي ثلاث أيام أسوي الطريق أنا. سووا مرتين الطريق ان شاء الله بالسلامه يا ابو رحم الله والديك توصل بالسلامه ان شاء الله وهذا كل اغلب كل واحد وله طريقته بالمشي يمشي قبل اهله وبعدين اهله يمشون يعني تعاقب على مود بيتهم لا يبقى فارغ وهو اغلب عوائلنا العراقيه اللي هي حريصه على منو يبقى وعلى عائلته وعلى اولاده وهذول شبابنا احنا لازم نوعيهم ولازم يعني نكون وياهم دائما نقول لك لا حتى توصل المعلومه اوصل لمستوى او انزل لمستوى الشخص المقابل سواء كان طفل او شاب او ما بيكون حتى من بناتنا حتى انه تفهمه ويفهمك فلغتي الحوار والوعي هي الماشيه تفضل يا ابو رحم الله والديك تفضل السلام عليكم اجور ان شاء الله السلام ورحمه الله شلونك شلون خدمتك الحمد لله بخير مشيت الحمد لله اليوم شلون شفت الطريق رائع رائع شلون اوصف لي لا هو يعني احنا نستذكر المبادئ ونستذكر هاي الناس اللي قتلها الجوع والعطش والحراميه فوق يصعدون ونقول بكت هاي المشي تعطيهم في الدرس انه يتجهون هالحراميه ان شاء الله الخير لابناء شعبنا العظيم الله يحفظ بركه دعائكم وزيارتكم ادعوا لي العراق ان شاء الله يتحسن وضعه هو يمشي يكون يعرف اذا يمشي على الحق واحنا حق العراقيين كله مسلوب رايح لدول الجوار ورايح لغير دول ورايح لغيرنا فبلكت شويه هذا الشعب يحس ويهب هبه وحده ويخلص ان شاء الله وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور وانتم بعد ادعوا هذا بلدكم وهذا عراقكم تفضل يابا ومثل ما قال حيدر البيات عراق واحد مو صحيح؟ السلام عليكم عليكم ماجور ان شاء الله رحمه الله على والديك الله يحفظك الحسين ان شاء الله والله ان شاء الله مشيت من النهر وانا ورايح لابو عبد الله الحسين بالزياره ما شاء الله رحمه الله عليه يومين مشيت اي اليوم ان شاء الله مشيت ما تعبان لا الحمد لله والشكر احنا كل سنه نمشي بالتيه اي ما نتعب ما طول وخيرات ابو عبد الله اللي تشوفينها رحمه من الله وان شاء الله الله يحفظ العراق ويشوف في شر هالمله هاي تعبانه ان شاء الله يحفظكم يحفظكم يا ابا ويحفظ جميع الزوار عليك يا بنتي الله يخليك اسالك الدعاء وتوصل بالسلامه رحم الله والديك تفضل يا ابا رحم الله والديك تفضل اخويا السلام عليكم تفضلوا هناي ماجورين ان شاء الله الله يسلمك عيوني احمد من محافظه دياله قضاء بلدروس يا اهلا وسهلا شرفنا بيكم ماشي صار في يومين ان شاء الله يومين
في الطريق اهل الديار. والله السنه يعني الزوار اكثر من العام والخدمات اكثر يعني والمواقف خير من الله. وبس شويه جو حار. بس هذا ما يعيقكم ان شاء الله. لا لا ان شاء الله احنا زوار ابو عبد الله الحسين يعني هذا ما يعيقنا. مثل واحد من الشباب يقول لك ليش تروح للزياره شو تقول له؟ يعني الزياره مو هي حب الحسين بالقلب بس مو كل واحد يقتنع انه الزياره يعني بها اجر وبها ثواب. مو كل الناس على هاي العقيده بس احنا من ولادنا احنا اطفال يعني ولادنا احنا حب الحسين يعني ما نقدر نستغني عنه على الفتره هو حب الحسين على الفتره يعني فعلا. اكيد ان شاء الله توصل بالسلامه اخوي رحم الله والديك. تفضل هنا اخوي شلونك ماجور ان شاء الله. ان شاء الله يسلمك ماجور ان شاء الله رحم الله والديكم. والله اليوم جينا من قضاء بلد روز من دياله توجه لك كربلاء ان شاء الله. كل القضاء فرق يمكن القضاء. القضاء يعني يوم بعد يوم جاي يفرق اكثر. اي الشوارع جت تخلى منها بعد يومين ما حد يبقى. ان شاء الله اهل دياله معروفين بالزياره كلهم يكونون بالكربلاء. نعم نعم كلها. شو الطريق شنو رايك؟ والله الطريق حلو حلو الوضع زين ووضع طبيعي. وانا الشرطه موجودين منتشرين بالشارع. الحمد لله موجودين. اشكرك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عيوني جاي من بعقوبة ونمشي. فاليوم مشيت البارحة؟ لا من اول البارحة. من اول البارحة شلون شفت الطريق؟ والله طريق يعني لابو عبد الله هو والحمد لله يعني جايين نروح نعزي ونعزي هذا ونعزي المسلمين جميعا شيعة علي بن ابي طالب هذا المصاب. احسنت بارك الله بك ماما. ان شاء الله انت ملتزم بصلاتك؟ طبعا طبعا اكيد اكيد صحيح اكيد طبعا. انت تشوف اخوانك ما ملتزمين هم ساعدوا؟ لا اكيد طبعا اكيد اذا مو بلساننا اذا مو بيدنا وفعلنا لا بلساننا عادي وهذا كمان في الايمان. احسنت بارك الله بك شكرا جزيلا. تفضل يا اخويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله وبركاته. ما تعبان؟ لا الحمد لله والشكر. شلون شفت الطريق؟ والله الحمد لله ماكو تعب. فدا الإمام الحسين. شلون تبدي الإمام الحسين؟ أبدي بروحي ومشي وكل كل ما نقدمه للإمام هو قليل. قليل بحق الشيء أكيد هذا. يتجدد هذا الموعد وهذا الولاء كل عام صحيح؟ إن شاء الله أنا يعني من وعيت الدنيا لحد الآن أنا أمشي مشي من الباب. إي لحد الآن أنا ما من باب بيتكم. وين بيتكم؟ بغداد. ها ناية تمشي من بيتكم بغداد إلى كربلاء. إلى كربلاء المقدسة. إن شاء الله طريق سالك ما شفت أي شيء. لا نهائيا. إن شاء الله توصل بالسلامة. رحم الله والديك. الله يسلمك. تفضل يا بس. السلام عليكم. شلونك؟ السلام ورحمة الله. إن شاء الله. لكم ولنا الأجر نعزي صاحب العصر والزمان الإمام الحج المنتظر روحنا وروح العالمين له الفداء باستشهاد جده أبي الأحرار الحسين عليه السلام. أحسن الله إليك. وأنا من بغداد من منطقة المشتل. والحمد لله والشكر طريق الحسين طريق الجنة وما شاء الله المواكب والزوار والخدام كله للإمام الحسين وآل بيته وآل بيت الرسول. شو تقول لك لا تروح لا تكمل أرجع لبيتك؟ ماكو مو بدينا هي سبحان الله قصة الإمام الحسين قصة إلهية وهذه يعني شوفين هسه كل سنة وكل عام زيد وزيد شيب وشي شباب كل الحسين ولو ما الحسين ولو دم حسين ولو زي ما زينب ما صارت الثورة الحسينية والسجاد زين العابدين عليه السلام. ونحمد الله ونشكر أن نسأل بأنه أن تفرج عن العراق وان تزيع هاي الغمه وان تكاتف ونصير قلب على قلب بحق محمد وال محمد. بركه دعاكم يا بنت. يا بنت احنا شو نريد؟ نريد الامان، نريد العافيه، نريد الستر ونهج محمد ترى لا تصدقين انقطع. اي فعلا. والله العلي العظيم واشكركم على هذه القناه الموقعه. اسالك الدعاء الله يسلمك يا امي. تفضل يوم. سلام عليك. تفضل يوم. شلونك؟ ماجوره ان شاء الله. الله يخليك طول عمرك. عزي صاحب الزمان. والأمر بهذا المصاب جلل على المسلمين وندعي من الله تعالى بالسلام للعراق كله اجمعين وقلب واحد وايد واحد ولا يضحك علينا اي احد وبجاه هذا اللي رايحين له نتمنى الامان 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 يا صاحب الزمان. الامان يا صاحب الزمان. يومك كل سنه تمشي؟ اي كل سنه الحمد لله والشكر بركه الامام الحسين. ما تعبان يقول لك تعبانه مريضه؟ قوتنا كلها بالامام احنا نمشي بالامام. وزيدش قوه ان شاء الله. الله امين وللعراقيين اجمعين. ان شاء الله ان شاء الله هذه بالصفانيه بكل الطواف مثل ما ذكرت امي يعني احنا ندعي. هلا ماما. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام كل اهلا وسهلا. حياك الله اهلا وسهلا. ان شاء الله متوجهين على طريق ابي الاحرار الامام الحسين ان شاء الله. شلون شفت الطريق؟
كلش ممتاز، خدمة موجودة ومشكورة جهود قواتنا الأمنية على هذا الحفاظ على الزائرين إن شاء الله، وإن شاء الله بردا وسلاما إن شاء الله. حياك الله. نياتك اللي يقول لك لا تروح للزيارة اللي من نقول باقين على العقيدة إن شاء الله، ثابتين على الولاية إن شاء الله، إن شاء الله ولد عمه وإخواني. آه ما شاء الله تعرف. حياك الله. مصطفى حاتم. تعال هناي سجور إن شاء الله. شو شفت الزيارة؟ والله زينة حلوة والطريقات حلوة. لا هاي أول سنة. أول سنة تمشي. دراسة وإيه. آه يا صب. أنا سادس مقبل على السادس. آه يعني إحنا نجحت للسادس إن شاء الله. إيه إيه بالضبط. إن شاء الله تقرأ بالعطلة هسه. إن شاء الله إن شاء الله جاي أقرأ هسه إن شاء الله. من الإمام. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله هاي أول سنة مو آخر سنة. إن شاء الله. إن شاء الله استمرار على هذا النهج. يعني الولد هو بدراسته بس خلي ابن عمك هنا يتفضل. ماجور إن شاء الله. إن شاء الله عيونتي. زين الحمد لله خير. زين. أول سنة. أول سنة. أول سنة. حلو إنه معلمهم العقيدة بعد إن شاء الله تستمر. إن شاء الله إن شاء الله باقيهم ثواتهم على الولاية على طريق أبي الإحرار. بارك عليهم. إن شاء الله ما تتعبون توصلون بالسلام نسألكم الدعاء مع ألف سلامة أخويا مع السلام. تفضل تفضل السلام عليك. سلام غات. زاير. زاير. شنو؟ أهم شيء من الدورة. من الدورة من نايا من منطقتكم هذه. والله خدمة كلش زين يعني ان شاء الله على طريق الحسين ظل ان شاء الله ان شاء الله. شفت المبيت مال المواكب شفته اكو بيوت فاتحيها. ايه ايه كلهم معزبين اهل بغداد كلهم معزبين ان شاء الله. ايه كلهم مو والله منا ان شاء الله توصل بالسلامة. تفضل عمو تعال عمو تعال ماجورين ان شاء الله ان شاء الله. احبت المشاهدين زائرين يعني هم هذه معنوياتهم هذا دعاهم الله يحفظ العراق يحفظهم يحفظ الزوار هذا دعانا ان شاء الله بركه صاحب الزمان سلام الله عينه على الزوار ويحفظهم ويوصلون لكربلاء سالمين ويرجعون لاهلهم سالمين غانمين وتحقق ان شاء الله كل مرادهم كل حوائجهم ان شاء الله واكيد تقضي حاجه صاحب العصر والزمان وعجل تعالى فرجه الشريف بالقريب العاجل. احبت المشاهدين وياكم الان فاصل وبعدها راجعين. مشاهدين وشاشة قناة الأيام الفضائية مستمرة بالتغطية المباشرة إلى الزيارة على الزيارة الأربعينية المباركة واللقاءات الكثيرة خاصة في هذا المكان مع الزوار اللي إجوا من خارج العراق. السلام عليكم. كيف الحال؟ الله يتكلم فارس. رأيك في الزيارة؟ أمو موسى. إيه زيارة كوع خدمات. أنا زيارة. دوري مريم زيارات. امام حسين. نعم حاج. سلام عليكم خسنا ماشين. ان شاء الله همه مسافرين اسلام مرن راه امام حسین بسلامتی برن بسلامتی برگردن. ما ممنونیم از شما عراقی ها که این همه مهمان نوازی زوارای امام حسین رو این همه تحویل میگیرید. خدا خیرتون بده ان شاء الله شما هم سالم باشی اجرتون با امام حسین باشه. يعني الخدمات عالي 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 ممنون تشكر كثيرا همه چیز عالي عالي الله احمد شكرا جزيلا شكرا جزيلا احمد الترجمه فوريه. السلام عليكم. السلام عليكم خسنا باشي الله عملك شنو ما اینجا از هلال انور اومدیم کمک کنیم به مردم خدای نکرد اتفاقی برای مردم نیفته. واقعا عراقی‌ها به ما لطف دارن واقعا اونایی که میرن شایع میکنن میگن عراقی‌ها هیچ کمکی نمیکنن دروغ دارن میگن عراقی‌ها از مالشون ماشینشون میفروشن اینجا میذارن برای ظاهرا همه‌شون هم بنده خدا به ما خدمت کردن هیچ کوتاهی هم نکرد. من خودم نوکر همه‌شونم ما هم همه اینا رو مدیون کیم مهندس ابو مهدی و سردار سلیمانی. خون شهدا اگه نبود من اینجا نمیتونستم در مقابل شما واسم به مردم خدمت رسانی کنم. پس باید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد یاد کنیم شهدا رو که راه برای ما باز کردن که اینجور مردم سرازی شن. من نوکر همه عراقی ها هستم پای همه شون هم بوسمونم چون برای امام حسین نوکری کردن کم گذاشتن. شکر جزیلا. شکر جزیلا. احمد مشاهده من خلال کلامه هم الله يخليك الله يحفظك انه هم من الهلال الاحمر الايراني اجوا كفرق تطوعيه لمساعده الهلال الاحمر العراقي او الفرق التطوعيه العراقيه وهذا الشيء مستمرين به يقدمون خدمات للزائرين من مختلف الجنسيات ان كان ايراني او عراقي او دول اخرى. ايضا يكذب بعض الشائعات ممكن بعض الشائعات حسب كلام انه خرجت في الاوساط انه هناك تقصير من العراقيين بموضوع الخدمه ويكذب هذا الشيء وينفي هذا الشيء
يقول أن هناك الخدمات من العراقيين كبيرة، وأيضا ذكر الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس رضوان الله عليهم، وقال لولا تضحيات هؤلاء الشهداء قادة النصر لما انفتح هذا الطريق لزيارة أبا عبد الله الحسين، لأن مثل ما نعرف اليوم كانت رسائل داعش الوهابية هي كربلاء والنجف الأشرف، كربلاء المقدس والنجف الأشرف، وكان في بالهم أو في حلمهم يهدمون المراقد ويمنعون هذه الزيارات، ولكن تضحيات القادة، تضحيات الحشد، تضحيات قوات الأمنية، تضحيات كل من ساعده العراق بتحريره من تلك العصابات، اليوم هذه الزيارة ونحن مقبلين على أكبر زيارة مليونية. حسب تصريحات الحكومة الإيرانية ندخل إلى العراق أكثر من 2,000,000 زائر، هذا رقم أيضا كبير جدا ومهم جدا. أحبة المشاهدين، أيضا لدينا بعض اللقاءات، ولكن خلي يخف الزخم الكبير جدا من الزائر، مثل ما قلنا أنه هذه الأوقات من السلام عليكم، شلونك عمو؟ قول لبيك يا حسين. شو اسمك؟ خطيب. طبعا مثل شفت الأعمار طلعوا من الجمهورة الإسلامية في إيران، ممكن صعوبة أن نواجه موضوعة اللغة والتواصل. طبعا أحبة المشاهدين مثل ما ذكرت أنه وقت الذروة يبدأ من بعد صلاة المغرب، وبعد صلاة المغرب إلى تقريبا الساعة 12 ليلة أو 12 صباحا تعتبر، عبرنا على الصباح. وأيضا الذروة الكبيرة الأخرى يبدأ الساعة 5 الفجر، وهذا حقيقة هذا الآن وقت إحنا الوقت الزخم الكبير للزائرين، وهذه الأيام البارحة واليوم مباشر ممكن بعد بكرة هو الزخم الحقيقي لهذه المنطقة المتواجدين فيها، بداية طريق النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. وناهيون أصحاب البصيرة مع السجاد ساروا والأميرة، فقد ظلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء. فداهيون تفدي النحور، حسينيون حتى الظهور، عراق المجد روضة الجنان له في الأرض. حد شلون أخو ما تعبان؟ هاي الصورة اللي تعبر اليوم عن الحب، حب الإمام الحسين، حب الزيارة الأربعينية، هذه الصورة التي تدعس على كل صوت نشاز ينتقد ويسيء للزيارة الأربعينية. بهذا العمر وبهذه الحالة الصحية لديه قدرة كبيرة نفسية وروحية للوصول إلى الإمام الحسين. شكرا جزيلا الحاج. السلام عليكم. وين بالضبط للنجف؟ يعني مسافة ونرجع، مسافة ونرجع من هنا من كم طريق؟ مالك علي. الحج ما يقدر يبات بالمواكب وهاي. مالك علي. إن شاء الله إن شاء الله تعال شوف بعد الله. هذه الصورة التي تعبر عن كل شيء. الصورة اللي تعبر اليوم عن حب الإمام، التعلق الكبير. لما نقول في بداية تغطيتنا حسينيون حتى الظهور، هاي الحسينيين حتى الظهور. لا قمع نظام بائد فاد، لا عمليات إرهابية فادت، لا عصابات داعشية فادت، لا احتلال ثلث العراق فاد أو أكثر من ثلث. اليوم هذه الرسالة هي الكبيرة جدا. خلينا ندخل بعد، ولو أجواء الحرمة ممكن تأثر على الكاميرا. تعال تعال تعال. ها. هاي جي. نهدوا دم العبادة وخطوا بالدماء لفت القيادة، رجال العلماء رجال أوفياء، رجال العلماء رجال أوفياء، سماويون مثل النسور، حسينيون حتى الظهور. مشاهدين رجعنا لكم هذه التغطية، ومستمرين احنا في امام احد اكبر المواكب وهو موكب الامام الرضا، اللي يعتبر اكبر موكب في طريق لبيك يا حسين. معظم الخدم اللي بي من الجمهورية الاسلامية في ايران، وايضا يعتبر من اربع مواكب كبيرة في طريق المشاي الزائرين الواصلة الى كربلاء، عموما يعني مو فقط طريق واحد. يا
فان شاء الله احبه المشاهدين نخليكم ويا هذه الصور المباشره لتلك الزياره وراجعين في اليوم بما انه نلقى مكان افضل لان حقيقه الحرمه شويه ادى الكاميرا وادى وناديون طول العصور حسينيون حتى الظهور سرارك يجد في المسيرة وناهيون أصحاب البصيرة مع السجاد سهر والأميرة فقد ضلت بلا حامل عشيرة سوى أهل الفداء وزوار السماء سوى أهل الفداء وزوار السماء فدائيون تفدي النحول حسينيون حتى الظهور عراق المجد روضة الجنان له في الأربعين صدى التفاني يهز الخافقين ينادي يا حسين يهز الخافقين ينادي يا حسين وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور سلام عليكم خاصة نوشي عربي لو فارسي فارسي تكلم فارسي من وين قوم طهران مشهد ما از کاشان اومدیم برای پیاده روی و راهپیمایی اربعین ان شاء الله که بتونیم در این راهپیمایی زمینه ظهور فرج حضرت مهدی فاطمه را فراهم کنیم رأیك بالخدمات خدمات بسیار عالی بود مخصوصا خدمات عراقی هایی که داخل شهر انجام میدادن بحث راهپیمایی اربعینی که داشتن هم ایرانی هایی که اومده بودن فعالیت میکردن و بسیار از موکب های مختلفی که داخل این مسیر پیاده روی هستش و خدماتی که به ظاهری میدادن بحث شربت بحث طعام بحث غذایی که میدادن منم بله مبیت بحث استراحت و اسکان هم که بسیار اصرار داشتن که از عراقی هایی که بیان داخل منازلشون اسکان بدن بسیار مشتاق بودن که از ایرانی ها و زوار امام حسین پذیرایی داشته باشن دستشو درد نکنه از همه شو تقدیر و تشکر عرض میکنیم انشالله که بتونیم برشون جبران کنیم شکرا جزیل خواهش میکنم استفاده کردیم دست شما درد نکنیم طبعا احبة المشاهدين عذرا ممكن ما اقدر اترجم الصوت بخلل بارتباطي مع المخرج مدى اسمع الصوت فاحنا بنسوي كيفك حاج؟ الله يخليك الله يحفظك تعال تفضل تعال تعال بس لاجلك شغله تعال من استاذ احمد؟ والله احب استاذ احمد والله مو احمد انا شارف ايش تبي؟ شلونك تعال اخبارك من وين جيت؟ انا من النجف من النجف؟ ايه عجب طلعتوا السمو لازم بعد؟ احنا طريق قصرنا يعني ما نريد نمشي حل سريع من يا يوم طلعت اليوم؟ لا من البارحة من البارحة وين انت ترتاحون وين؟ والله هذه المواقف ممتاز خدمات شلون هالشيء؟ والله كلش ممتازة اريد الحسين يحفظهم ويخليهم جاي الحسين الشيء انتوا هم ما قصرتوا بالخدمة ما شاء الله لا والله ما نقصر كل اي فد شيء ما شاء الله ما شاء الله اي والله صحيح الله يخليك شو كنت تتوقع راح توصل لا تستمر لو باكر لو عقبه لو باكر ايه بعد الطريقين ربي يحفظك بعد روح الله سلمك وصل بالسلامة بعد يلا الله يخليك الله يسلمك أحبة المشاهدين بينما أنه ممكن نصلح الخلل اللي صار ارتباطي بيني وبين المخرج شوفوا بعض اللقطات المباشرة للزائرين وراجعوا مشاهدين ويانا هسه موكب كفيل زينب هذا الموكب في قسم للرجال وقسم للنساء يقدمون مختلف الخدمات للزائرين خلينا نتعرف عليكم السلام عليكم ماجورنا ان شاء الله عليكم السلام ورحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله اجورنا واجوركم ونعجل صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بذكرى اربعينيه ابي الاحرار الامام الحسين عليه السلام سولف لي على الموكب مالتكم صار لك ايش قد كم سنه من تاسستوا من 2011 ولحد الان قائمين بالخدمه الحسينيه ريوق غدا عشاء وجبات سريعه على مشوية بانواع يعني قصدك بين الوجبات ايضا تقدمون وجبات نعم وجبات سريعه بين الغداء والعشاء يصير وجبه سريعه
وبين الريوق والغداء وجبه سريعه. قلت احنا تكلمنا قبل لا نطلع جاوب انه اكو اشياء تشتريها يومها بيومها مثل الصمون الثلج ساعتها لازم احنا متفقين واحنا المعامل والافران نقص صمون مثل كل نحتاج 300 400 صمون نقصها نروح خلال ساعه يجيبوها ويجون نوزعها وجبات سريعه هاي من غير الخدمه اللي قايمين بها هنا بالموكب. صارتم كم يوم؟ هسه صار لنا من يوم الجمعه لحد الان احنا قايمين بهاي الخدمه ليلا ونهارا ان شاء الله. نبقى ان شاء الله للخميس. الخميس لحد اخر زائر يمر. اخر زائر يمر مناه واحنا اخر زائر يلا نعشن. خيمه النساء شنو بيها متوفر؟ بيها متوفر اكل ومبيت وشراب ماء كافه خدمات. ما شاء الله. شلونك اخوي؟ السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. انا نسيت انا ما اقدر ما يلا تفضل هنا. تعال اخوي تفضل تفضلوا هنا. اي هم يعني بنفس الكلام بانه احنا نقدم مختلف الخدمات للزائر الكريم وكل واحد منكم متخصص بشيء مو صحيح؟ ان شاء الله صحيح. انت شنو خدمتك هنا؟ احنا مثلا خدمات نجيب المويه يعني عليه ثلج عليه الصمون مثلا اي والباقي هنا عليهم الطبق عليهم شغلات تروح تجي. اي السلام عليكم. سلام عليكم. شلونك؟ شلون ما تعبانين من لا لا ما تعبانين. يعني اكو ناس تقول لك هذا تعب يمكن تبذير بالاكل، شو تقول لي؟ لا ماكو تعب. ماكو تبذير. نعم. ماكو تبذير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ان شاء الله. شوية تعلمنا. شو رايك بالخدمة؟ والله هاي نعمة من رب العالمين، ومو بس الاكل والهاي، بالنسبة لنا هم نساعد بتنظيف الشوارع، خدمات البلدية، نشيل تكر من الزبالة، مو بس الخدمات الحسينية. هواي خدمات. واي خدمات لبعض شاركون الخدمة الشرطة المجتمعية الجيش الخدمات ما شارع يعني تنظيف غسل الشارع مدارات الشارع مو بس الخدمة الحسينية مو بس الأكل والشرب لا كل الخدمات شي يحتاج الزائر الشارع نظيف المكان مبرد كامل يستريح الزائر تفريج هاي صلاة كلها متوفرة توصل صلاة جماعة موجودة إن شاء الله بعدها يمكن تروحون تمشون زيارة ان شاء الله بس اخر يوم يبقى اخر زائر من هنا كمل نكف شادرنا ونتوجه للامام الحسين مثل ما نعرف الضغط في كربلاء وكثره الزوار هناك اكو بعض المواكب راح تروح تقدم خدمات هناك تروحون هذا الشيء تروحون لا والله احنا من يخلص موكبنا منا نمشي مشايه بعد اي يخلص هنا الموكب مالتنا وتخلص اخر الزوار منا نمشي بعد نتوجه مشايه للامام يجون يقبل منكم والله سلاجة الموكب هذا تاسس على الاهل والاصدقاء جيران اصدقاء واهل وجيران وكل يعني كل حتى اي واحد يجي يخدم بي يجي يخدم انا واحد يتبرع يساعد انتم ما عندكم مشكله يعني مو شرط بس الطائفه الشيعيه من كل الطوائف جماعتنا من ابناء العامه يجون يخدمون ويانا من المسيح اي واحد يجي يخدم يقدم خدمات يخدموا يعني والاطفال الصغار تعالوا ماما تعالي هنا شو تقدمون خدمه؟ ماي شاي اي انت تصح الزوار؟ اي صحهم الزوار وتنظيفهم زين نوجع ماي شاي وانت شنو ماما تعالي هنا تعالي هنا لقدام السلام عليكم خويا ماجورين ان شاء الله الله خدمتكم تعالي هنا ان شاء الله الخدمه شو تشوف الخدمه الخدمه خير وبركه ان شاء الله خدمه ابو عبد الله الحسين الشجعة هسه احنا اول ما نبدا الغداء الريوق الهاي نبدا خدمات مبيت صلاة يا زائر كل شيء بخدمة الزوار احنا كل شيء حاضر هسه تقول الليل يا ساعة يعني اخر شيء تقول من للصبح مستمر وجبات تتبدل يعني هسه تقدمون وجبة العشاء بعدها بعدها وراها وجبة يعني بالحد الثنتين نتوقف يبقى بس شاي وماي الصبح يبدا ريوق تحضرون للريوق ان شاء الله شو تقدمون بالريوق؟ الريوق عندنا سياح وبيض اجبان اي هاي يعني مشكل نوع مجورين ان شاء الله يعني شنو يريد الزائر موجود له من خدمه من اكل ان شاء الله ما تقصر عشان يشاهد الكاميرا خلفنا قامت من الساعه بدينا بالعشاء انتهى هسه العشاء هسه بدت الفتره المسائيه صحيحه ما بعد العشاء من نال الثنتين مستمر هذا التقديم ثنتين بالليل اي ان شاء الله تعالى تبدي من الثنتين ورا نحتسب ريوق يبقى الريوق للساعه 7:30 تقريبا صباحا ورا 7:30 ناخذ راحه ساعه صحيحه وبعد الساعة نقدم وجبات سريعة. ما شاء الله. يعني أول أيام كنت حماسكم أكثر؟ طبعًا. لا يعني يقل مع الوقت. لا لا بالعكس يزيد ترتفع المعنوية كل ما يكون الشارع ضغط الشارع أقوى بالزوار المعنوية تصير أقوى. أنا
أنا اللي عرفه المواكب نهاية الخدمة يشعلون شموع ويبكون لأن الزوار راحوا صح؟ طبعا يصيروا يعني مو بس نبكون يعني من سنة السنة الله ترجع حالي الخدمة المباركة احنا مشوقين لها بكل حماس هاي الخدمة. احسنت وبارك الله بجهودكم ان شاء الله يتقبل منكم. تفضل يا ابو السلام عليكم. الله يخليك. شلونك؟ منك ان شاء الله. الله يخليك. الله يسلمك. شلون شفت الخدمة؟ قدمتوا خدمتكم من يوم الجمعة؟ الخدمة ان شاء الله خير وبركة ان شاء الله، واحنا ماضين على هاي السيرة ان شاء الله. ما عندنا كل شيء اللي عندنا نبذله ان شاء الله. ان شاء الله بخدمة الزوار احنا وياك حفيدك هذا ان شاء الله. هذا عمه هو صغير حتى يكون بمكاني الا بعد عمر طويل هو العمر يعني. ان شاء الله ان شاء الله جيل خدمة الزوار احنا جيل عن جيل بخدمة الحسين وبخدمة الزوار ان شاء الله. احنا خادم لقادم الحسين خادم الحسين ان شاء الله بقوة الله. بارك الله بكم وبجهودكم. هذا موكب مواكب كثيرة موجودة على الطريق، وشنو يتفضل وشنو يريد الزائر موجود إليه ويوفروه حتى إذا ما كان موجود إن شاء الله. شنو اللي يشتهي احنا موجود إن شاء الله. إن شاء الله ببركة الإمام الحسين. احنا آخر دعوانا أكيد مشاهدينا الأحبة هو الحفظ لزوار الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله يوصلون بالسلامة ويرجعون بالسلامة. هذه المشاعر وهذا الحماس اللي باقي من البداية وإلى آخر يوم يمر زائر هنا في بغداد، هم نفس الاستعداد من بعد ذلك راح يروحون هم يزورون ان شاء الله. توصلون وترجعون بالسلامه ونسالكم الدعاء ان شاء الله. انا ولكم ان شاء الله. نشكر من القوات الامنيه وبالذات من المغاوير الذي ساهموا يعني بالماء جلب الماء لنا والمساعدات وفتح الطرق كافه الجيش والقوات المسلحه كافه يعني ما بدون استثناء مثل ما يعني الله شاهد مسالين امرنا المغاوير طبعا هنا قطيه أمي ما مخلينا بعازة يعني كلها زين تسين أمور هو مخصصين طريق للمشي لذلك شوف أبو طريق أيه صحيح ما عايق لا أبد الله شاهد المغاور والنعم منهم أكيد هاي خدمة من القوات المسلحة عامة يعني الله يحفظهم ويخليهم لنا يا رب العالمين إن شاء الله. الله يحفظكم. أنا أشكركم جزيل الشكر لكم، لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، فيشكركم على هاي الخدمة وإن شاء الله الثبات لنا ولكم. هاي قليلة يعني حقنا يعني والله العظيم احنا قليل يعني بعد كنا نسوي اكثر نجيب اكثر والله يعني واحد يعني ما اعرف عبر فعلا انه يتفاهم بيناتهم يقولون هذا الشيء قليل. احنا مهما نقدم الامام الحسين لقدام الامام الحسين والزائريه فهو قليل، وش قد ما نسوي احنا مقصرين. وحتى هذه الخدمه وهذه التغطيه من كل المراسلين بالمحافظات ومن بغداد احنا نحس مقصرين جاه الامام الحسين وكوادرنا اللي هي اليوم جندت بسبيل الامام الحسين عليه السلام، مع ذلك نحس بالتقصير وان شاء الله تقبل منا ويقبلها صاحب الزمان. مستمرين ياكم. تعالوا اخواني تعالوا زائرين تعالوا تفضلوا تعرف عليكم شوفكم قوم تعبانين ان شاء الله. ان شاء الله ماكو تعب لان هو زائر. نعم الخدمات اي خدمات النساء موجوده ان شاء الله وكل شيء متوفر بها وشنو يحتاجون هو متوفر لهم. واكيد احنا مثل ما نشوف يعني خاصه بالليل انه اجواء الزياره وعلى الرغم من ارتفاع درجات الحراره هذا الوقت والرطوبه العاليه لكن هذا ما يعيق الزائرين بالمشي وخاصه في وقت الليل حد يمكن صلاه الصباح واقامه صلاه الصباح وبعدها ايضا الاستمرار بهذه المسيره الحسينيه المباركه اللي هي اكيد ببركه الامام الحسين سلام الله عليه مستمره. فمشاهدينا الاحبه احنا هسه بعد الموكب انتقلنا بيهم وشفنا شنو اجواءهم وايضا مختلف الزائرين. فاخير شيء انا احب انوه واذكر مره ثانيه باحنا الاشياء والنقاط الرئيسيه اللي لازم نركز عليها في هذه الزياره. اولا هي تربيه واخلاق والحفاظ على الممتلكات العامه من قبل الزائرين ومن قبل ايضا اصحاب المواكب تنظيف الشارع وغيرها. انت حتى لو زار يعني ارمي في الاماكن المخصصه لها تحافظ على نظافتك وتحافظ على هذه الصورة لهذه الزيارة المباركة لأن هذه الزيارة كل العالم هسعينا عليها وما مستوعبين هذه الأعداد الهائلة وهذه الرقعة الجغرافية الصغيرة لكربلاء ممكن تتحمل هذا العدد الهائل. يمكن هذا خلى الناس متهولة ومدى تصدق بالموضوع لكن احنا أثبتنا نجاح هذه الزيارة بنجاحنا احنا بأخلاقياتنا وثباتنا وتوصيات المرجعية توصيات الجميع العلماء وتوصيات الجميع بأنه كل احنا ان شاء الله ملتزمين بهذه الخدمه واكيد احنا بخدمتكم. هذه التغطيه الاعلاميه هي مسيره على السيده زينب سلام الله عليها لذلك
جميعا. أنا حابة أشكر جميع القدم والزائرين شاركوا ويانا، وأشكر بقية زملائي في المحافظات، وأيضا زميلي ظفر علي في طريق يا حسين بين النجف وكربلاء، وكل كوادر قناة الأيام الفضائية. كانت معكم نور العلي، وشكرا جزيلا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عظم الله لكم. خذ هذه شلات سواد. تكلم فارسي هالشيء. فارسي فارسي. إنجا موجب إمام رضا عليه السلام ظاهري ميان جا خدمات بهش میدیم. هر کی هم که خواستش نظرات خودش رو برای امام حسین میده، ما در خدمت ظاهری خرج میکنیم. خدمات شنو يخدم المام؟ خدمات از اسخان حمام به سرا لباسشویی خدمت شما هم شود که کولر وسایل فرمایشی آب نمیدونم چای غذا مختلف طعام بله احسن خدمات مواکب خیلی خوبه. خیلی حدود چند صد نفر خادم داره اینجا فقط که خدمت بکنن به زائرها. خدمات خیلی زیاده، زائرم خیلی زیاده، زائرین خیلی زیادن بیشمارن و ما در خدمتشون هستیم. دایر امام حسین هم ما وظیفه‌مون خدمت بکنیم. شکرا جزیلا. سلامت باشی. احبت المشاهدین، هذا الموكب مثل ما ذكرت فيه يعني دائما نذكره، موكب الامام الرضا عليه السلام. هذا الموكب يقدم كل الخدمات، يقدم الطعام، الشراب، المبيت، غسل الملابس، المياه 24 ساعة. هذا القسم من هذا الموكب أي شخص عليه النذر إلى الإمام الحسين عليه السلام، عليه النذر مثلا إلى الإمام العباس عليه السلام، يقدم النذور بهذا الصندوق كتبرعات، كأمور عينية، فيعطيها إلى المواكب وتقدم. يعني بدون مبالغة هذا الموكب، موكب الإمام الرضا، تقريبا يعطي اليوم اكثر من 5000 وجبه طعام، واكثر اكثر. ممكن انا الرقم ما اخذته من مصدر رسمي في الموكب، من بعض الاخوه خدمه الموكب. اللي الجميل بانه خدمه الموكب مو فقط من جنسيه واحده، متعددين، لغه واحده تجمعهم وهي خدمه الامام الحسين وخدمه زوار الامام الحسين. السلام عليكم. السلام عليكم. حسن ابوشي. من وين؟ من ايران. ايران. مشهد قوم؟ نعم. ما الصوبه الصوفه. بیا اینجا مهدی جو، بیا بقیش تو بگو. آقا من آره بیا. تکلم فارسی. تکلم فارسی. خدمات خوب، دستشون در نکنه، زحمت نه. از ایرانی و از عراقی ها دستشون در نکنه، واقعا زحمت کشیدن، واقعا پذیرایی میکنن، ازشون ممنونیم. با آقای سردار سلیمانی خدا رحمت کنه، مهدی خدا رحمتش کنه، دستشون در کشیدن، ممنونیم از اینا. قربونه یا علی. يعني أحبة المشاهدين، يقول إنه الخدمات العراقيين اللي يقدموها خدمات كبيرة جدا من طعام وشراب، وربي يحفظكم ودعاء للعراقيين. وختام كلامه يعني يا أبو الحسن على هذه الأعداد الكبيرة والهائلة اللي قاعد مستمر خلال تواجدنا، هذا الشارع ما توقف، صار تقريبا 6 أيام أو 7 أيام، أسبوع كامل ابدا هذا الشارع ما توقف، استمرار توافد الزائرين اللي حقيقه اعداد كبيره جدا. الله يساعد كل الخدام اللي حقيقه نتكلم وياهم، يقول يا ضغط كبير عليكم جدا بسبب الاعداد الهائله اللي قاعد توصل. لا بالعكس، يدعون من الله بازدياد الاعداد اللي اصبحت. هذا خلينا نشاهد هذا احمد بيرم، هذا الموكب. يعني رغم التعب، رغم كل هذا، انه حتى بالشارع هناك دائما ذكر للامام الحسين، لطم بحق الامام الحسين، تعزيات مستمره باصوات شبابيه جميله. والحقيقه كل الحب والتحيه والشكر لكل شخص حمل علم ورايه هيئه الحشد الشعبي المقدس، والى صور قاده النصر. الكثير من الزائرون يهدون هذه الزياره على ارواح شهداء قاده النصر، على ارواحهم، لأن الحقيقة عدم وجودهم فراغ كبير جدا بهذه الزيارة. كنا دائما السنوات السابقة قبل عام 2020 نشاهد دائما حضورهم بهذه الزيارات، الحضور المستمر. هذا الموكب، ونرجع على موضوع موكب الإمام الرضا، اليوم قدم فعالية جميلة جدا
بإنشودة العظيمة، الإنشودة التي وصلت إلى باكستان والهند وإيران وتركيا وسوريا ولبنان، اليمن، البحرين، الخليج، أذربيجان، دول عديدة، هي إنشودة سلام يا مهدي أو سلام فرمندة. أجا القارئ الإيراني أبو ذر روحي وأيضا التميمي العراقي وغلوم البحريني بثلاث لغات، وحتى الأخ اللبناني للأسف اسمه الآن نسيته. فكان تجمع حقيقة بحب الإمام الحسين من الخلايجة والعراقيين والإيرانيين واللبنانيين، جمعهم هذا الموكب، موكب الإمام الرضا، اللي حقيقة أثبت أنه من أجمل وأحلى وأعظم المواكب الموجودة وأكبر المواكب اللي موجودة في طريق لبيك يا حسين الرابط من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. طبعاً أحبة المشاهد، وصلنا إلى ختام التغطية أو نعم مع بعدنا مستمرين، أحمد السلام يقول بعدنا مستمرين. أترككم مع هذه المشاهد المباشرة من طريق لبيك يا حسين من النجف الأشرف إلى كربلاء. يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناديون طول العصور حسينيون حتى الظهور. سرى ركن يجد في المسيرة، وناهيون أصحاب البصيرة، مع السجاد سار والأميرة، فقد ضلت بلا حامل عشيرة، سوى أهل الفداء وزوار السماء، سوى أهل الفداء وزوار السماء. فدائيون تفدي النحول حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى الدفاري. يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور. شراركم بأنوار الهداية، عليهم راية العباس آية، مشوا للسبط أبناء الولاية لتمهيد الظهور في النهاية. جيوش الانتظار أتوا للانتصار، جيوش الانتظار أتوا للانتصار. بقائيون حشد الظهور حسينيون حتى الظهور. عراق المجد روضة الجنان، له في الأربعين صدى التفاني. يهز الخافقين ينادي يا حسين، يهز الخافقين ينادي يا حسين، وناهيون طول العصور حسينيون حتى الظهور. شراركم إلى أرض السعادة، بأيديهم تماثيل الشهادة، فهم من مهدوا درب العبادة، وخطوا بالدماء لفت القيادة. مداد العلماء رجال أوفياء، مداد العلماء رجال أوفياء، سماويون مثل النسور حسينيون حتى الظهور. كل الشكر والمحبة لكل من ساعد اليوم قناة الأيام الفضائية، خاصة في هذا الطريق وبالتحديد موكب الإمام الرضا، وأيضا كل الشكر للاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية المتواصل دائما مع قناة الأيام الفضائية، وشكرا للمواكب الموجودة في هذه المنطقة التي وفرت كل التساهيل إلى كادر قناتنا. حقيقة والحب والتحية لكادر قناة الأيام الفضائية المتواجد في المحافظات، إذا كان الأستاذ فلاح القرعاوي أو كاظم الحاوي، وأيضا مراسلي قناة الأيام والمقدمين علاء وأحمد نور العلي، وأيضا الكادر المتواجد في المقر الرئيسي لقناة الأيام الفضائية على التوجيهات المستمرة، وأيضا التحية والشكر إلى الكادر المجاهد اللي موجود الآن في طريق الزائرين، من المخرج أحمد سلام ومدير تصوير حيدر مهدي اللي ندعو له بالشفاء العاجل بسبب حادث بسيط،
وايضا نشكر الكادر المصورين من احمد بيرم، اوس، جعفر الى كرار سلام، وايضا حسن، وايضا محمد اواد. انا عذرا خاف نسيت احد، كلهم ذكرتهم. يا رب ان شاء الله احنا مستمرين الى يوم الاربعين بكل هذه الجهد وبكل هذه الطاقه من اجل خدمه الامام الحسين وخدمه القضيه الحسينيه. كادر الايام الفضائيه هذه السنه غير، هذه السنه حقيقه تركيز عالي وكبير جدا وعظيم على تلك الزياره العظيمه. فتقبلوا تحيات اخوكم وخادم الامام الحسين ظفر علي، نلتقيكم بتغطيات اخرى على الصحه والخير والبركه والعافيه. الى اللقاء ولبيك يا حسين.